المهم الشابتر الثاني هو سميتو جونكسيون بي ان. الوغ اولا شنو دار؟ دار دي برانسيبال بروبريتي دان سيمي كونديكتور. يعني واحد شنو هما لي بروبريتي ديال لي سيمي كونديكتور؟ الوغ لي سيمي كونديكتور قال لك هما لي زيليمون اللي كينتميو للكولون كاف. يعني الا شفتو داك الطابلو بيريوديك اللي كنفرق عليه هنا ما عنديش انايا. المهم داك الكولون 4 اللي فيه بحال الكربون سيليسيوم جيرمانيوم بلومب هما لي سيمي كونديكتور. يعني هما اللي كاينين في الكولون 4. الوغ كيقول لك لي سيمي كونديكتور سوا هما اللي كاينين في الكولون 4 سوا اسوسياسيون ديال دو ديال لي زيليمون. واحد كاين في الكولون 3 وواحد كاين في الكولون 5. يعني الا شفنا جوج واحد من الكولون 3 وواحد من الكولون 5 ودرنا لهم اسوسياسيون كيعطيونا واحد من كيعطينا سيمي كونديكتور. هاك دي زيكزامبل بحال الاي اس جي ا والاي ان تي بي. المهم قال لك مثلا الاكثر استعمالا في سومي كونديكتور يستعملوه في الالكترونيك هو السيليسيوم. الوغ قال لك ان السيليسيوم ما كيكونش في ليطا بيغ ديالو في لا ناتور. يعني ما كنلقاوش بوحدو في لا ناتور. دونك ملي كنجبدوه كنجيبوه من الاس اي او 2 اللي هي الصابل الرمله كنجبدوه منها. الوغ قال لك لي سومي كونديكتور في 0 كيلفين يعني ناقص 273 دوغري سيليسيوس. يعني شكون تكون التمبيراتور طايحه بزاف كيكون ايزولون بارفي. يعني ما كيدوش لينا كاع في خطره الكورون ياك. او فاش كنرفعوا التمبيراتور كتولي عندنا التمبيراتور امبيونت في 300 كيلفين يعني 27 دوغري كيكون كونديكتور ولكن موفي كونديكتور. يعني كيدوز لينا غير شويه. الو باش هو شرح هاد الكونديكتور انه كيوصل وما كيوصلش اشنو جا دار هاد الغومارك اللي هنايا. قال لك هادي اللي بالصفر هنا. قال لك مثلا الا خدينا واحد السلك ديال واحد بارتي صغيره من شي سيمي كونديكتور ياك. الوغ اش باش كيتميز كل مثلا بحال اي خيط سلك حديد ولا اي حاجه عنده واحد الاف واحد الريزيستانس وعنده واحد الريزيستيفيتي. الوغ ديال الغولاسيون اللي كتجمع بيناتهم ان ديك الريزيستانس كتساوي الريزيستيفيتي فوا ال اللي هو لا لونغور ديالو سيغ ديك السيرفاس ديال القاعده ديالو. الوغ اشنو قال لك هنايا؟ قال لك بالنسبه للسومي كونديكتور الريزيستيفيتي مثلا ديالهم كتكون تقريبا مثلا في 2 فوا 10 الى بويسونس 5 اوم في سنتيمتر موانز. الوغ ريزيستيفيتي مثلا ديال اللي خدا اكزومبل هنايا ريزيستيفيتي مثلا ديال الكويفر ديال النحاس هي 1.6 فوا 10 الى بويسونس موان 6. يعني ريزيستيفيتي ديالها صغيره بزاف ياك. الوغ بالنسبه مثلا ايزولون خدينا مثلا الكا ال ديال الميكا ريزيستيفيتي ديالها 10 الى بويسونس 17. يعني 10 الى بويسونس 17 هي الريزيستيفيتي ديالها. يعني ريزيستيفيتي كبيره. يعني الى كل ما اللي قدروا نستنتجوا من هذه ان كل ما كبرت لينا الريزيستيفيتي كيكون عندنا ايزولون كبير وكل ما صغرت كيكون عندنا داك الالمو اللي عندنا كيوصل مزيان. يعني بحال هنا في لي سومي كونديكتور اشنو قال؟ قال لك ان الوغ داك 10 الى بويسونس 5. يعني الريزيستيفيتي ديال لي سومي كونديكتور 10 الى بويسونس 5 راه محصوره ما بين هاد 10 الى بويسونس موان 6 اللي هي صغيره و 10 الى بويسونس 17 اللي هي كبيره. دونك الريزيستيفيتي ديال لي سومي كونديكتور راه كتكون محصوره ما بين الريزيستيفيتي ديال لي كونديكتور اللي كتكون صغيره والريزيستيفيتي ديال لي ايزولون اللي كتكون كبيره بزاف. ياك مفهومه هادي؟ وي كمل. وي مزيان. الوغ عاد ديفينا واحد الغوند اخر اللي هو الكونديكتيفيتي. ريد لاحظتك واحد السؤال. شنو كتعني اصلا بالعربيه هذيك الريزيستيفيتي؟ شنو كتعني؟ عندنا هذه المقاومه هذيك تسمى المقاوميه بحال كيف قال لك ياسين كيما غتقولي مثلا بحال راه بحال المقاومه بحال هكاك شايف. المهم واحد كروندور اللي كيتميز بيه كل اليمون. عفوا شكرا. واحد
نحتضر انا غادي فين لي هنايا واحد الكروندور اللي هو الكونديكتيفيتي اللي هو المقلوب ديال الريزيستيفيتي الو بالنسبه مثلا نعطى اكزامبل ديال الميتال الو شنو قال لك هذيك الكونديكتيفيتي شنو كتساوي لينا باغولاسيون ديال هادي كتساوي لنا ان فوا او فوا ني بحيث هاد ان هو لا كونسونطراسيون ديال لي الكترون ليبر يعني شحال عندنا ديال لي الكترون ليبر في داك الميتال في كل سنتيمتر كوب ياك و E هي la charge 1,6 × 10 à puissance moins 19 و nu هي la mobilité constante المهم constante كتعلق بكل ميتال كل ميتال عنده mobilité ديالو الوغ شنو قال لك هنايا قال لك بما ان عندنا هنا الجي هاد سيغما الكونديكتيفيتي هي المقلوب ديال الريزيستيفيتي ياك الوغ الريزيستيفيتي غتكون هي المقلوب ديال الكونديكتيفيتي والكونديكتيفيتي عندنا هي n فوا E فوا nu الوغ قلنا عندنا هاد N هي الكونسنتراسيون ديال لي الكترون ليبر اللي كاينين في داك الميتال E كونستانت و nu كونستانت دونك الريزيستيفيتي كتعلق لينا بالكونسنتراسيون ديال لي الكترون اللي كاينين في داك الميتال بحيث انه الا مثلا كبر لينا لو نومبر ديال لي الكترون ليبر اللي كاينين في هذا الميتال الو غتصغر لينا الريزيستيفيتي والعكس يعني اشنو نستنتجوا من هنايا انه مثلا الا كانت هاد الريزيستيفيتي كبيره شنو كيعني ان هاد ان صغيره يعني ما عندناش لي الكترون ليبر بزاف يعني قلنا الريزيستيفيتي كبيره الا جينا مثلا ايزولون هنايا كبيره يعني كيكون ايزولون يعني الا كان ايزولون ما غيكونوش عندنا لي الكترون ليبر في داك الميتال ولا في داك الاوبجي اللي عندنا ياك والعكس عاوتاني الا كبر لينا النومبر ديال لي الكترون يعني كانوا لي زيلكترون بزاف دونك الريزيستيفيتي غتصغر كل ما صغرت قلنا كيكون عندنا موصل كتكون عندنا كيوصل مزيان دونك اللي غنستنتجوا من انها من هذه ان هاد الريزيستيفيتي ولو نومبر ديال لي زيلكترون ليبر داك الميتال ولا في داك السيمي كونديكتور كيتناسبوا اضطرادا يعني الا كبر واحد كيصغر الاخر دونك نقدروا نفسروا عاوتاني ان الا كانوا عندنا لي زيلكترون ليبر بزاف نقدر كيكون موصل دونك يكون عندنا كورون الكتريك هادشي علاش درنا هنايا ان الريزيستيفيتي ديال لي ايزولون كتكون كبيره بزاف دونك عندنا عدد ديال لي زيلكترون لي قلال بزاف باغ كونط في لي كونديكتور هنا في هادوك اللي كيوصلوا كتكون الكونديكتيفيتي الريزيستيفيتي ديالهم صغيره بزاف يعني كاين عندنا نومبر ديال لي زيلكترون لي كبير بزاف مفهوم هاد البارتي اللي ما فهمش شي حاجه نعاود معاه مفهومه انا جاتني مفهومه بعدا انا مبينه ايه ان هو النومبر ديال الزيلكترون صافي ياك ان هو النومبر ديال الزيلكترون اللي شكرا هنا ريدا فهاد التناسب اضطرادا خاصها تكون نورمالمون ان ماشي ان سيغ ان هو راه واقيلا البروف ني دير ان ولكن خاصها تكون ان هاد السامبول هذا ما عرفتش ما كيعنيش واقيلا كيتناسبوا الطراده المهم انا شرحت الطراده راه ما عرفتش شنو كيقولوا ليه ماشي لي السمين بروبورسيونير ولا شي حاجه المهم بحال داك الشيء المهم انا شرحت انا درنا زاد ما عرفتوش المهم قلت لك ان هاد الريزيستيف كتناسب الطراده يعني الا كبرت وحده مع ان مع النومبر ديال مع ان دونك هادي باينه ياك وي داك الرمز مسميه بروبورسيونير المهم الوغ نجيو هنا الوغ مثلا خدينا واحد الميتال دونك هادو هما لي زاتوم ديالو ديال داك الميتال كيكونوا لي زاتوم مرتبطين بيناتهم لي زيلكترون مرتبطين بيناتهم الوغ كيما قرينا مثلا في الاتوميستيك في كل كتكون عندنا النوايو هنايا ودايرين بها دي كوش الكترونيك كل كوش كيكونوا فيها لي زيلكترون الوغ كنا قرينا في الدياغرام انرجيتيك ان كل فكنا فحال كل نيفو انرجيتيك راه فحال كوانتيفي بحد النومبر ان هنايا كنمثلوهم دي بوند دينيرجي يعني كل كوش ديال هاد لاطون عندها واحد البوند انرجي يعني واحد ليسباس ديال الانرجي ديالها الوغ مثلا بحال هاد الكوش التحتانيه هنايا دبليو في ان هاي البوند انرجي ديالها هنايا الا جيتي عاوتاني فوق هاد الكوش اللي هنايا تلقى عاوتاني واحد البوند انرجي اخر وهكذا غادي
alors شنو كنت دير الا جيتي تشوف الا جيتي تشوف لي بوند كاملين غتلقى ان فلاطون كامله يعني من حدا النوايو انت غادي طالع كتلقى كاين ان واحد البوند كتسمى بوند انترديت اللي هي هذه مثلت انا بسام وبوند بيرميس بوند انترديت يعني هي واحد البوند اللي ما كيكونوش فيها لي زيلكترون الالكترون ما يمكنش يكون فيها البوند بيرميس هي البوند اللي تقدر تلقى فيها دي زيلكترون سواء دايرين دي ليزون سواء لي زيلكترون ديال الاتوم بعدا دونك الاتوم كامله كتلقى فيها بوند انترديت من وراها خاص ضروري تجي من وراها بوند بيرميس بوند انترديت بوند بيرميس بوند انترديت بوند بيرميس ياك دونك كنجيو حنايا في غنخدموا غنخدموا في الاخر ديال في الاخر ديال الاتوم يعني في الاخر اخر الاخر لي كوش ديال الاتوم الوغ شنو كيكون عندنا اخر كوش اللي عارفين حنايا في الاتوم كتكون هي الكوش د فالونس دونك كتكون عندها واحد البوند د فالونس ياك الوغ بوند د فالونس كيكونوا فيها لي زيلكترون دونك قبل منها خص تكون بوند انترديت اللي ما فيهاش لي زيلكترون قبل منها كاين واحد البوند بيرميس فيها لي زيلكترون المهم حنا غانتريسيو غير بهذا البوند د فالونس الوغ البوند د فالونس من وراها شنو خاصو يجي خاصها تجي واحد البوند انترديت يعني ما كيكونوش فيها لي زيلكترون موراها كتكون واحد البوند كتسمى البوند كونديكسيون هاد البوند كونديكسيون هي البوند اللي كيكونوا فيها لي زيلكترون ليبر يعني اي الكترون كان في الكوش د فالونس كان في هاد البوند د فالونس و درنا عطينا شي انرجي ولا المهم درنا ليه عطينا شي طونسيون ولا وتليبيغ علينا هاد الالكترون اللي كيكون هنايا تليبيغ علينا مشى غيمشي للبوند كونديكسيون البوند ديال الموصليه الوغ ملي كيكونوا عندنا لي زيلكترون في البوند كونديكسيون كتكون عندنا بوسيبيليتي باش يدوز لنا الكورون الكتريك باغ كونتخ الا كانوا مثلا عندنا لي زيلكترون كلهم في البوند فالونس ما يدوش لنا الكورون الكتريك خاص ضروري يكونوا لي زيلكترون ليبر في البوند كونديكسيون ياك الوغ لينيرجي اللي نقدروا نعطيوها من هذا الماكسيموم ديال هذا البوند فالونس كيبان لكم بعدا كي شحال كيف الوغ لينيرجي اللي نقدروا نعطيوها من الماكس ديال هادي حتى لهاد المين ديال هادي اللي هي يعني من دبل في ديال السي ديال الكونديكسيون حتى من دبل في ديال الفالونس من لينيرجي ديال الفالونس حتى لينيرجي ديال الكونديكسيون الوغ هاد لينيرجي اللي كنعطيوها من هنايا كتسمى دايرة دبل في تسمى لينيرجي دو لا بوند انترديت ياك ولا كتسمى الكار الوغ الا بغينا مثلا كان عندنا شي الكترون هنايا في البوند فالونس بغينا ندوزو البوند كونديكسيون خصنا نعطيو واحد الانرجي اللي تكون كبر من هاد دلتا دبل في باش يقدر يدوز لينا البوند كونديكسيون ويولي عندنا الكترون ليبر هادي باينه ياك الوغ جا نعطينا لي رضا بلاتي اسمح لي واش ديك البوند دو فالونس هي بوند بوند دو بيرميز كيكون فيها لي زيلكترون من وراها خاصها تجي بوند انترديت وقبل منها خاص تكون بوند انترديت البوند كونديكسيون فيها لي زيلكترون دونك راه هي بيرميز صافي الوغ جا هنايا درنا الكا ديال ان ايزولون ياك الوغ فاش كيكون عندنا واحد الايزولون فاش كيكون عندنا واحد الايزولون الوغ كيكون عندنا البوند فالونس موراها بوند انترديت موراها البوند كونديكسيون الوغ قال لك في الايزولون في ليزولون هاد لينيرجي نيسيسير باش انك دوز واحد الالكترون من البوند فالونس للبوند كونديكسيون كتكون تقريبا خمس 5 الكترو فولت الوغ باش انك انت تجي وتعطيها هذيك الانيرجي مثلا بالتمبيراتور ولا بشي جينيراتور ولا بشي حاجه تعطيها هاد الانيرجي 5 فولت ما غتجي فين توصل انت ل 5 فولت حتى غادي يخسر لك انت اصلا داك الكونديكت داك الايزولون يعني مثلا بحال شاد الميكا مثلا عندك شي ايزولون شي ورقه ولا شي حاجه بغيتي دوي بغيتي ترجع انها توصل لك ما غتجي فين انك تعطيها تفورني ليها هذيك الانرجي هاد ديال دبل في هي 5 فولت حتى غيخسر لك تما ديتخوي يعني كيخسر لينا داك الايزولون كيبقاش اصلا كيمكن اما تحرق ولا شي حاجه دونك في الايزولون ما كنقدروش اننا نفورنيو الانرجي بلا ما نخسروه دونك داكشي علاش كيتسموا دي ايزولون يعني ما كنقدروش نعطيو واحد الانرجي باش تولي يوليو عندنا
des électrons libres. Donc les isolants, on ne peut pas nous donner cette énergie. بين هذيك alors بالنسبه للكا ديال ان سيمي كونديكتور قلنا الفوق هنايا ان لي سيمي كونديكتور في 0 كيلفين يعني في تمبيراتور هابطه كيكونوا دي ايزولون بارفي بار كونتر في 300 كيلفين كيكونوا دي موفي كونديكتور هنا غنعرفوا علاش alors ندوزو للكا الاولى في 0 في 0 كيلفين alors في لي في 0 كيلفين نفس كيكون عندنا نفس الكا ديال الايزولون يعني حتى هو كيكون عندنا لي زيلكترون في البوند فالونس ولكن انك تفورني حيت اصلا في 0 كيلفين في 0 كيلفين المهم ترفع التمبيراتور هنايا فاش كتبغي تفورني فاش كتبغي تفورني هاد دلتا دبليو واخا كتعطيه دلتا دبليو ما كي حتى الكترون ما كيدوز لنا البوند كونديكس يعني حتى هو نفس تقريبا نفس الكا ديال يكون نفس الكا ديال الايزولون كيكون سيمي كونديكتور في تمبيراتور طايحه بزاف يعني في 0 كيلفين alors بالنسبه ملي كنرفعوا التمبيراتور يعني في 300 كيلفين اشنو كيوقع لينا هذاك الرفع ديال لا تمبيراتور كيعطينا واحد طونسيون تيرميك كيتسمى في تي اشنو كيساوي لينا كيساوي لنا ك فوا تي سور كيو هادي فاش كنرفعوا التمبيراتور ديال واحد السيمي كونديكتور alors هاد في تي كيتسمى طونسيون تيرميك اللي كيساوي ك تي سور كيو حيت هاد ك واحد كونستانت ديال بولتزمان تي هي لا تمبيراتور هاد 300 كيلفين و كيو هي لا شارج 1.6 فوا 10 بوسونس موان 19 الوغ فاش كتجي تحسب 300 كيلفين الا عوضتي هنايا حسب شي هاد في تيرميك غتعوض ك راه هي كونستانت غتعوض كيو و تي هي 300 غتلقى ان داك في تيرميك تقريبا ابوبخي 29 ميلي فولت ياك الوغ فاش كترفع التمبيراتور ديك ديك 26 ميلي فولت راها كابابل انها يعني هاد نقدروا نقولوا انها اكبر من ديك دلتا دبليو ديال هاد البوند انترديت يعني هي كابابل انها تخلي لينا شي الكترون اللي كيكونوا قراب هنايا اللي كتكون الانرجي ديالهم قريبه للبوند انترديت ماشي كاع لي زيلكترون اللي كيكونوا هنايا غير اللي قراب يعني واحد المينوريتي ديال لي زيلكترون تقدر انها تطلعوا لينا البوند كونديكسيون هاد 26 ميلي فولت دونك اشنو كيوقع لينا فاش كنرفعوا التمبيراتور كتفورني هذيك التمبيراتور كتفورني لينا واحد الطونسيون تيرميك هذاك الطونسيون تيرميك يقدر يطلع لينا شي زيلكترون من هاد البوند فالونس البوند كونديكسيون الوغ ملي كتطلع لينا الكترون كتعطيه ديك الانرجي يعني كيتاغاشا لينا من البوند فالونس كيطلع لنا البوند كونديكسيون الوغ ان فوا كيطلع لينا هنايا اشنو كيخلي لنا بلاصتو كيخلي لنا واحد الترو هاد لي ترو كيكونوا شارجي بوزيتيفمون يعني شاك الكترون كان هنايا وطلع للبوند كونديكسيون بديك 26 ميلي فولت لي جات من التمبيراتور كيخلي لنا بلاصتو واحد الترو الوغ هادي كتسمى بير الكترو ترو يعني كل الكترون طلع كيخلي بلاصتو ترو الكترون طلع كيخلي بلاصتو ترو الوغ هاد لي ترو ولي زيلكترون كيتسمى دي بورتور دو شارج تيرميك يعني هما حملات الشحن ولكن تيرميك يعني منين جاونا من التمبيراتور اللي زدنا الوغ عندنا واحد غروندور اللي هو كيتسمى الكونسونطراسيون ديال لي زيلكترون وديال لي ترو اللي هو ان اي كيتسمى الكونسونطراسيون انترانسي اللي هو كيساوي حيت قلنا عندنا بير الكترو ترو دونك شحال ما عندنا ديال لي زيلكترون الفوق غيكون عندنا نفسه هو العدد ديال لي ترو اللي بقاو لينا لتحت اللي بقاو لنا في البوند فالونس دونك ان هو كونسونطراسيون ديال لي زيلكترون و بي هو كونسونطراسيون ديال لي ترو كيتساواو دونك كنسميهم ان اي اللي هو كونسونطراسيون انترانسي الوغ الكونسونطراسيون انترانسيك تقدر تحسب بهاد الغولاسيون هادي ان اي او كاري كيساوي لنا ا واحد الكونستانت فوا T à la puissance 3 exponentielle moins delta W, il y a de l'énergie de la bande interdite, sur 4T, car à constante ou terre à température. Moi, je vais dire que les semi-conducteurs, pour la température 300 Kelvin, il y a 300 Kelvin, il y a là où il y a des électrons, il y a là où il y a des électrons, il y a le nombre qui est là, pour tous les centimètres cubes. ان عندنا تقريبا شحال ديال لي زيلكترون ديال لي ترو 10 على يعني تقريبا 10 على بوسونس 10
électrons ou 10 à la puissance 10 trop par centimètre cube. يعني فاش كنرفعوا طومبي خلاص هذه لهاد البارتي فاش كنرفعوا طومبيراتور 300 كلفين ديال واحد السيمي كونديكتور اشنو كيوقع لينا لي زيلكترون كيطلعوا لينا البوند كونديكسيون كيخليو بلاصتهم دي ترو الوغ كونسونطراسيون ديال يعني شحال عندنا ديال لي زيلكترون بار سنتيمتر كوب كيساوي لنا شحال عندنا ديال لي زيلكترون ف ديال لي ترو 1 سنتيمتر كوب كيساوي لنا هاد كونسونطراسيون انترانسي او فاش كنفجعوا حسبوه هما فاش تحسب تقريبا راه هي 10 ا بيسونس 10 الكترون بار سنتيمتر كوب ياك الوغ في الكا هذيك ان اي شنو كتساوي ان اي كتساوي لنا ا فوا تي ا لا بيسونس 3 اكسبونونسييل موان دلتا دبليو سور 4 تي ا كتكون كونستانت حد كونستانت تي هي التمبيراتور ا لا بيسونس 3 exponentielle moins delta W. Delta W est l'énergie de la bande interdite ou K est la constante de Boltzmann ou T est la température. Merci. Il faut mettre partie de la semi-conducteur. Oui. Oui, il faut. Alors, c'est le cas d'un métal. Parce qu'il y a un métal, alors qu'il y a un les deux bandes, le bande de valence ou le bande de conduction sont chevachants. Yani, ma kach konch binachom had le bande interdite, fa douf le métal. Yani, mubashara katlqa, kach kon katlqa le bande de valence, mubashara katjimouraha le bande de conduction. Yani, les électrons, les kinin, fa le bande de valence, une fois gach atayhom wahad l'énergie kim ma kanach, gaitlqa le bande de conduction. حيت ما كايناش ما خاصكش واحد الانرجي كبيره ديك ديال دبليو في ما كايناش عندنا هنا دونك ان فوا كتعطيها واحد الانرجي تكون صغيره كيطلع لنا لي زيلكترون من البوند فالونس البوند كونديكسيون كيبقاو عندنا لي زيلكترون هنايا داكشي علاش لي ميتال كيكونوا دي كونديكتور مزيانين الوغ يعني هنايا في لي ميتال راه باينه هنايا ما كتكونش عندنا البوند انترديت دونك انرجي صغيره عطيتيها لها كدوز كلها يعني كيكون عندنا بزاف ديال لي زيلكترون لي بغي هنايا الوغ بالنسبه لهنايا كنشرح لنا داك ديال الكورو قال لك مثلا ان فاش كتكون ما دايرش بولاريزاسيون يعني ما دايرش واحد السونس ديال ما عطيش طونسيون ولا ما عطيش واحد الشون الكتريك قال لك لي زيلكترون كيبقاو كيتبقاو يتلعبوا اليغاتوارمون يعني كيبقى طالع هابط طالع هابط ما عندهمش واحد السونس ديريكت الوغ فاش كدوز ليهم واحد الشون الكتريك يعني بحال كدوز لهم واحد السورس ديال الكورون ولا ديال الطونسيون الوغ فاش كدوز واحد السونس ديال الكورون ولا ديال الطونسيون اشنو كيوقع لي زيلكترون كيمشيو لينا فواحد لو سونس حيت فاش كتابليكي انت واحد الشون الكتريك يعني كتبغي واحد الشون الكتريك فهاد لو سونس دونك الكورون كيمشي معاه في لو ميم سونس الكورون كيمشي معاه في لو ميم سونس دونك لي زيلكترون كيتحركوا في لو سونس اوبوزي ديالو دونك كيوليو عندهم واحد بحال واحد المنحه واحد ديريكسيون كيمشيو فيه المهم هذا كان زاد ما عرفتش علاش زاد هو الوغ دابا غندخلو لي سيمي كونديكتور انترانسي انترانسي يعني سيمي كونديكتور عادي اللي كينتمي للكولون 4 الوغ عندنا واحد السيمي كونديكتور هذا الدياغرام انرجيتيك الوغ فاش كنرفعوا قلنا فاش كنرفعوا التمبيراتور 300 كيلفين كتفورنا لنا واحد طونسيون تيرميك اللي هو 26 ميلي فولت وهاد 26 ميلي فولت كتعطينا دي زيلكترون ليبر ياك دونك هنايا حنا نخدموا هنايا في حالات الدياغرام هذا نخدموا في 1 سنتيمتر كوب يعني خدامين غير في 1 سنتيمتر كوب الوغ اشنو قلنا فاش كتفورني فاش كترفع التمبيراتور كيكونوا عندنا دي زيلكترون واحد 10 على بيسونس 10 الكترون ليبر 1 سنتيمتر كوب او ميم طون كيبقى لنا واحد 10 على بيسونس 10 الكترون ترو هنايا لتحت الوغ فاش كنعطيه واحد الشون الكتريك يعني كندوزو منه واحد الكورون اشنو كيوقع ملي كتعطي واحد الشون الكتريك دونك نيشان كيدوز حيت عندنا لي زيلكترون ليبر هنايا دونك هاد لي زيلكترون ليبر كيعطيونا واحد الكورون اللي كيتسمى كورون اي ان اللي هو كيكون العكس ديال المنحة ديال هاد لي زيلكترون اللي كيمشيو فهاد لو سونس هذا
عطينا حنا لو شون فهاد لو سونس دونك كورون خاصو يمشي مع لو شون على حساب ديك العلاقه ديال اف او كتساوي لنا كيو فوا هاد الفوقانيه كيو فوا او دونك الا عطينا او راه ديك الكورون غيمشي معها في لو ميم سونس الوغ غيمشي لينا بالنسبه لاي ان غيمشي لينا فهاد لو سونس عكس الحركه ديالو مع لي زيليكترون او هاد الشون عاوتاني هاد قلنا قبيله ان هاد لي ترو راهم شارجي بوزيتيفمون دونك الكورون اي دو غيمشي لينا فهاد لو سونس مع لو شون وهادو حيت بوزيتيف غيمشيو لنا تما في لو ميم سونس ياك الوغ الكورون توتال ديال هاد اللي غيمشي لينا من غنطبقوا هاد لو شون اللي هو اي ان بلس اي دو يعني هو لو كورون اي ا اللي جانا من الحركه في لو سونس اوبوزي ديال لي زيليكترون مع بلس الكورون اللي جانا من الحركه ديال لي ترو مع لو شون الوغ فاش كيجيو هما يقعبروا يعني ميزوريو هاد الكورون كيلقاو تري تري فابل كيلقاو صغير بزاف دونك ما خدامش ليهم هذا الوغ شنو كيديروا كيديروا دي سيمي كونديكتور اكسترانسي الوغ كيفاش اكسترانسي يعني كيزيدوا داك السيمي كونديكتور اللي عندنا كيزيدوا ليه واحد الفابل كونتيتي ديال واحد الامبوريت دون لو سيليسيوم يعني اشنو كيديروا تسمى هاد العمليه كتسمى الدوباج الوغ شنو هو الهدف ديالها هو انهم يرفعوا من هاد الكورون اي توتال اللي خارج هنايا يكون كبير الوغ اشنو هو الدوباج هو الدوباج اشنو كنديروا كنشدوا ان سيمي كونديكتور كينتمي لينا يعني كاين في الكولون 4 شنو كنديروا ليه كنديروا وسطو يعني كنديروا الداخل ديالو سوا دي زاتوم امبوريت تري فالون يعني شنو هي تري فالون يعني كينتميو الكولون 3 يعني عندهم 3 ديال لي زيليكترون في الكوش دو فالونس الا بقيتو عاقلين على الاتوميستيك راه كاع لي زاتوم اللي كاينين في الكولون 3 عندهم 3 ديال لي زيليكترون في الكوش دو فالونس الوغ اغلبيه كنخدمو حنا بالبور كميشيل الوغ هاد لاطوم هادي اللي هي البور الا زدنا على السيمي كونديكتور كتعطينا واحد بحال كتسمى واحد السيمي كونديكتور دوبي يعني كدنا ليه الدوباج الوغ التيب ديالو كيكون تيب بي يعني فاش كنشدو واحد الاطوم تري فالون عندها 3 ديال لي زيليكترون في الكوش دو فالونس وكندخلوها وسط داك السيمي كونديكتور ديالنا اللي هو اغلبيه كنخدمو بالسيليسيوم ياك اللي هو عنده السيليسيوم قلنا كينتمي للكولون 4 دونك عنده 4 ديال لي زيليكترون في الكوش دو فالونس الوغ فاش كندخلو عليها هاد لاطوم تري فالون كتسمى هاد العمليه دي كتسمى دوباج وداك السيمي كونديكتور اللي غيعطينا يعني داك اللي السيليسيوم اللي عنده 4 ديال لي زيليكترون كنديرو وسطو البور اللي عنده 3 ديال لي زيليكترون ديك لاطوم داك هاد السيمي كونديكتور كامل كيسمى دو تيب بي ولا شدينا اتوم من الكولون 5 بحال لانسوليد الا شديناها من الكولون 5 دونك كتسمى بينتافالون يعني بينتافالون يعني عندها 5 ديال لي زيليكترون في الكوش دو فالونس دونك ملي كنشدو هاد اللي عندها 5 ديال لي زيليكترون في الكوش دو فالونس كنديروها في السيمي كونديكتور اللي عنده 4 كيكون عندنا واحد السيمي كونديكتور كنسميوه دو تيب ان الوغ دو تيب ان مفهومة هادي يعني كنخدمو غير بالكولون 3 و 4 و 5 صافي حيت قلنا الفوق في الديفينيسيون ديال السيمي كونديكتور سوا كيكون سيمي كونديكتور من الكولون 4 سوا كيكون اسوسياسيون ديالو مع سوا مع 3 سوا مع 5 صافي دونك اكسبليكاسيون عطا واحد غيعطي دي زيكزومبل الا خدينا مثلا سيمي كونديكتور دو تيب ان يعني قلنا التيب ان اللي هو كنشدو اتوم امبوريت بينتافالون ناخذ لا سوليد ياك وغنديروها دوبون في غناخذ السيليسيوم وغندوبيو فيها لا سوليد اللي هو عنده 5 ديال لي زيليكترون في الكوش دو فالونس يعني دو تيب ان الوغ في الاول اشنو كيكون عندنا في طومبيراتور هابطه كتكون عندنا سيمي كونديكتور عادي يعني لي زاتوم ديال السيليسيوم مرتبطين بيناتهم السيليسيوم في كولون 4 دونك كل واحد عنده الكترون ديالو هنايا دونك مرتبطين عادي الو اشنو كنديرو كنديرو الدوباج ب 10 على بيسون 16 اتوم في كل سنتيمتر كوب يعني كنشدو 10 على بيسون 16 اتوم ديال الاس ديال الاكسوليد
وكن دوبيوها يعني كنخشيوها وسط هاد السمي كونديكتور اللي عندنا. الوغ كيفاش كدار القضية؟ الوغ كنشدو قلنا عندنا السيليسيوم وعندنا الـ AS. الوغ كنشدو هاد الـ AS كيكون عندنا في الأول هو AS ياك، كيكون عنده 5 ديال الإلكترون في الكوش دو فالونس. كنحيدو واحد واحد الأتوم ديال السيليسيوم هنا من الوسط، كنديرو بلاصة أتوم ديال الـ AS. الوغ فاش كنديرو بلاصة أتوم ديال الـ AS خاصة دير دي ليزون. الوغ شنو قلنا حنايا؟ أتوم ديال الـ AS أبارتيان أل كولون 5. دونك شحال عندها من الالكترون في البوند فالونس في الكوش فالونس؟ عندها 5 ديال الالكترون. الوغ وهاد فاش كنحيدو الاس ان ايه كيبقى لينا هنايا هادي ليبر هنايا وهادي ليبر وهنا هادي ليبر وهادي ليبر. دونك عندنا 4 ديال ليزون خاصهم يداروا مع هاد الاس. الوغ كدار ليزون الاولى مع واحد من الالكترون ديال الاس، ليزون الثانيه، ليزون الثالثه، ليزون الرابعه. دونك كيبقى لينا واحد الالكترون ليبر، واحد الالكترون ليبر في الكوش دو فالونس ديال اكسولي، حيت هو عنده 5. اربعه داروا دي ليزون مع لي زاتوم ديال السيليسيوم اللي حداه، ويبقى لينا واحد الالكترون اللي هو ليبر. الوغ قال لك هنا لو نافيام الكترون فيبلمون لي، يعني لو نافيام يعني في الاول فاش حيدنا الاس اي كان عندنا هاد الالكترون هنا الفوق ممليش، وهذا ممليش، هذا ممليش، هذا ممليش، بليس هاد خمسه ديال هادو يعني تسعود. الوغ فاش دوك الثمانيه كيديروا دي ليزون مع بعضياتهم كيبقى لينا واحد. الوغ قال لك هاد الواحد هذا فيبلمون لي، يعني ما كايناش شي ليزون اللي كتجرو عنده، يعني ما كايناش شي حاجه اللي غتربطو تزكي في بلاصتو. دوك كيكون فيبلمون لي، يعني اون فوا كنرفعوا الطومبيراتور، الطومبيراتور امبيونت يعني تقريبا 300 كيلفين. قلنا ان فاش كنرفعوا 300 كيلفين كتفورن لينا واحد 26 ميلي فولت، هو طونسيون تيرميك. الوغ اون فوا كنعطيو داك هاد الانرجي حيت هذا فيبلمون لي، كنعطيو هاد الانرجي هادي كيتليبي غالينا. دونك هاد الالكترون هذا كيولي ليبر، كيخرج من هاد البوند الفالونس ديال هاد الاس اس كيمشي لنا البوند كونديكسيون. دونك شنو قلنا حنايا هنا الفوق؟ قلنا اننا كندوبيو 10 على بيسونس 16 اتوم ديال الاكسوليد. دونك كل اتوم ديال الاكسوليد كيبقى لنا واحد النافيام الكترون كيكون ليبر. الوغ داك النافيام الكترون كل في كل اتوم، دونك شحال غيبقى لنا من الالكترون، شحال غنحصلوا في الاخر من الالكترون ليبر؟ 10 على بيسونس 16 الكترون ليبر سو برودوي، يعني كل اتوم غتبقى لنا الكترون ليبر. بما اننا دخلنا 10 على بيسونس 16 دونك غادي نلقاو في الاخر 10 على بيسونس 16 اتوم ليبر. الوغ الى جينا نشوفوا شحال قلنا خرجنا من اتوم من الكترون ليبر؟ 10 على بيسونس 16 هي هذه منين جاتنا من الدوباج ديال الاس ياك. وعندنا فاش كنرفعوا الطومبيراتور سومي كونديكتور كيعطينا 10 على بيسونس 6 10 على بيسونس 10 الكترون ليبر. هما اللي شرحنا هنايا قبل ما نديروا الدوباج، قبل ما نديروا كلشي. هنا قلنا ان في ان فوا كنرفعوا الطومبيراتور راه اوتوماتيكمون كتفورن لينا واحد 10 على بيسونس 10 ها هي هنايا ان اي 10 على بيسونس 10 الكترون. دونك هادي 10 على بيسونس 10 الكترون جايانا من طومبيراتور بلس ديك 10 على بيسونس 16 ديال هادي 10 على بيسونس 16 ديال الدوباج، يعني هادي جاتنا من الدوباج بلس ديك 10 على بيسونس 10 ديال لي الكترون ليبر اللي تفورناو لينا مناش من طومبيراتور. الوغ الا جمعناهم بجوج نقدروا نيغليجيو هاد 10 على بيسونس 10. انا عاد تعمل هنايا 10 على بيسونس 10 وغتبقى لك تقريبا واحد راه نيجليجابل دوهم مليون هنا مثلا. دونك اش بقى لنا 10 على بيسونس 16؟ دونك كنعتبروا ان هاد الديس هاد هادو راهم نيجليجابل. دونك خلاصه هنا شنو كيوقع لينا فاش كنديروا الدوباج؟ المهم قبل ما نديروا الدوباج كيكون عندنا كنرفعوا الطومبير، كنديروا الدوباج هو الاول ياك، كيبقى عندنا واحد الكترون في الكوش دو فالونس. الوغ اون فوا كنرفعوا الطومبيراتور هذاك الرفع ديال الطومبيراتور كيكون عندنا كيفورني لينا واحد هاد اللي الفوق بالكحل هنايا 10 على بيسونس 10 الكترون ليبر، وكيخلي لينا في بلاصتو 10 على بيسونس 10 ترو هي هادي ياك. اي ملي كنديروا الدوباج كيكون عندنا واحد الالكترون ليبر ديال كيكون عندنا واحد الالكترون فيبلمون لي ديال الاكسوليد.
الوغ اون فوا كنرفعوا التمبيراتور يعني اوتوماتيكمون كنفورنيو ديك 26 ملي فولت الوغ ديك 26 ملي فولت كتشد لنا داك الالكترون اللي كيكون فيبلمون لي في الا اس كطلعوا لنا البوند كونديكسيون دونك كتفورني لنا هنايا الفوق هادو اللي بالاحمر 10 على بويسون 16 الكترون ليبر اوف بلاص داك ملي كيمشي داك الالكترون ليبر كانت عندنا الارك سوليد راه عنده 5 ديال الالكترون خاصنا منه واحد دونك ارك سوليد كتشارجا بوزيتيفمون هي هنايا دونك ملي كيتحيد لينا هاد الالكترون ليبر كيطلع الفوق الارك سوليد كتشارجا بوزيتيفمون كتولي ا اس بلس دونك كتبقى عندنا هنا الشارج ديالها بوزيتيف وكتفورنا لينا بلاصه 10 على بويسونس 16 الكترون ليبر وما تنساوش هاد 10 على بويسونس 10 الكترون ليبر اللي جاتنا من تمبيراتور كتخلي لنا بلاصه 10 على بويسونس 10 ترو دونك اذا جينا نشوفوا هنايا الى حسبنا هاد لي الكترون ليبر اللي كاينين في البوند كونديكسيون شحال حسبناهم لقيناهم انهم 10 على بويسونس 16 ياك وشحال عندنا من ترو 10 على بويسونس 10 دونك قلنا ان 10 على بويسونس 10 تقريبا نيجليجابل دوفون 10 على بويسونس 17 دونك من هنا كنقولوا ان لي زيلكترون في التيب هنايا في التيب ان ياك كيكونوا ماجوريتير يعني لي زيلكترون كيكونوا هما الماجوريتير هما اللي كاينين بزاف باغ كونتخ لي ترو كيكونوا مينوريتير حيت نيجليجابل تقريبا كيكونوا 10 على بويسونس 10 نيجليجابل دوفون 10 على بويسونس 17 واضحه هذه شكون ما فهمش شي بوين عاود انا كلشي فهم واضح الو بالنسبه للكاتشن اه رضا نعم هذاك الارسولين ما كيخليش لينا دي تخو ياك لا ما كيخليش لينا دي تخو حيت هو اصلا شنو عارفين شنو عارفين حنا على لي زاتون انهم الى تحيد منهم شي الكترون وكانوا في دايرين ليزون راه كيخليوك كيتشارجاو سوا كيتشارجاو بوزيتيف ولا نيجاتيف يعني الا تزادهم الكترون كيتشارجاو نيجاتيف تنقص منهم الكترون كيتشارجاو بوزيتيف دونك كيخلي لنا واحد الشارج ديالو من تسمى الشارج ديال لاتون حيت بحال تقريبا بحال بحال لي تخو تما هي كتشارجا بوزيتيف الوغ في الكات الثانية فاش كنديرو الدوباج ب اون اتوم تريفالون يعني مثال كناخدو البور يعني التيب ديال الدوباج بي الوغ نفس القضية عاوتاني فاش كيكون عندنا في الزيرو كيلفين راه هذا هو السيليسيوم ديالنا ياك الوغ اشنو كنديرو كنشدو لاتوم كنحيدو دونك كنحيدو هنايا الاتوم ديال السيليسيوم وكندوبو بلاصه اتوم ديال البور الوغ شنو كيوقع لينا هنايا فاش كنحيدوها وكنديرو اتوم ديال البور شنو كيوقع لينا ملي كنحيدو اتوم ديال السيليسيوم دونك راه ولات عندنا هنايا الفوق الكترون ليبر كاع مملي واحد هنا كاع مملي واحد هنا كاع مملي واحد هنا كاع مملي وهنايا عاوتاني في البوق عنده 3 ديال لي زيلكترون دونك عنده واحد هنا كاع مملي واحد هنا كاع مملي واحد هنا كاع مملي ياك الوغ شنو كيدير هذا البوق الكترون الاول نعتبر الفوقاني هذا هنايا الكترون الاول كيتلي هنا لتحت الكترون الثاني كيتلي هنايا والالكترون الثالث كيتلي هنايا دونك 3 ديال لي زيلكترون ديال البور تلياو الوغ شنو كيبقى كيبقى لينا هنايا هذا الفوق هذا الالكترون هذا خاصو مع من يدير ليزون دونك كيجر هو هاد الجهه ديالو حيت هذا هو اقرب واحد ليه كيجر هو فهاد البارتي هنا كيجر خاصو لي شي حاجه دونك فاش كيجر اشنو كيوقع هاد البوغ هذا كيشوف اقرب اتوم دايره ليزون كامله هنايا اقرب اتوم ليه كيجر منها الالكترون ديالها يعني هاد الالكترون اللي كيكون فهاد الاتوم ديال السيليسيوم اللي قريبه ليه كيجر البور كيلصق هنايا في البور باش كيدير ليزون مع هادي يعني باش يولي ستاب الوغ فاش كيجي الالكترون من هنا لهنا دونك هنا كيخلي لنا تخو تحيد الالكترون من هنايا دونك كيولي لنا هنايا تخو ها هي هنايا لتحت الوغ كيجي هذا الالكترون اللي الفوق كيجي هنايا يعني هذا البوغ هذا كيعمر هنايا كيولي عنده 4 يعني لو عنده 4 يعني تزادوا الالكترون يعني تشارجا نيجاتيف
يعني ولا بي موا دونك فاش كيجي هاد الكترون من هنايا لهنايا كيبقى الترو هنايا دونك هاد الترو حتى هو ما كيبقاش ستابل حتى هو كيبغي الكترون يعمر تما الوغ شنو كيدير كيجر حتى هو اقرب الكترون ليه كيمشي عاوتاني للاتوم ديال السيليسيوم اللي قريبه ليه كيجر منه الكترون دونك هاد الكترون هذا هنايا كيطلع حتى هو لهنايا هذا هاد هنا الفوق كيزقى يعني كيولوا فيه اربعه ديال الالكترون كيولي ستابل باغ كونطغ هذا عاوتاني اللي غيمشي منه الالكترون هنايا غيولي بلاصتو طخو كيجر عاوتاني الالكترون اخر هنايا دونك ديما كيبقى عندنا طخو يعني كل اتوم ديال البور كندخلوه هنايا كتجر هي واحد هنا كتخلي لنا طخو خاوي دونك بوغ شاك اتوم ديال البور كندخلوها هنايا في السيمي كونديكتور كتخلي لنا بلاصه واحد طخو ياك الو نجيو هنا للدياغرام انرجيتيك ونفهموه دونك نفس الشيء عاوتاني عندنا لي طخو عندنا لي طخو هنايا في البوند فالونس كيكونوا عندنا لي الكترون فلو في البوند فالونس فاش كنرفعوا التمبيراتور 300 كلفين كيبقاو عندنا واحد 10 على بيسونس 10 ديال لي طخو وواحد 10 على بيسونس 10 ديال لي الكترون ليبر هنا الفوق ياك دونك هادوك هما اللي كيتسموا دي بورتور دو شارج تيرميك الوغ شنو كيوقع عاوتاني قلنا فاش كندخلوا البور كتكون عندنا البور هي هنا كتكون حيت لي زاتوم كيكونوا في البوند انترديت كيكونوش فيهم ما كتكونش كيكونوش مشارجين في الاول دونك كيكونوا في البوند انترديت دونك فاش كتدخل البور دونك كل اتوم ديال البور كتدخلها كتعطيك واحد طخو قلنا حنا لي طخو كيكونوا هنا في البوند فالونس ما كنلقاوش لي طخو في البوند كونديكسيون كنلقاو فيها غير لي الكترون ليبر دونك كل اتوم ديال البور كندخلوه هنايا كتخلي لنا كتجر لنا الكترون من هنايا كتخلي لنا بلاصه طخو دونك كل اتوم كتشارج نيجاتيف كتخلي بلاصه طخو اتوم طخو شارج نيجاتيف اتوم طخو وهكذا دونك لو نومبر عاوتاني ديال هاد حيت ما عرفتش انا كندير لنا هنايا 10 على بيسونس 23 يمكن اوكي ما عرفتش واش نفس الكا ديال دونك ما شارحهاش المهم نفس لو نومبر ديال نفس لو نومبر المهم كما كاتب لنا هو قال لك اننا كندوبيو 10 على بيسونس 23 اتوم ديال البور دونك غتفورني لينا 10 على بيسونس 23 اتوم حيت عندنا كل اتوم ديال البور كتخلي لنا طخو دونك الا دخلنا 10 على بيسونس 23 اتوم ديال البور راه غتفورني لينا 10 على بيسونس 23 طخو دونك نفس القضيه عاوتاني كما قبيله الا جينا حسبنا قارنا ما بين لي زيلكترون ليفغ ولي طخو هنا غنحسبوا غنلقاو ان هنا لي طخو راهم ماجوريتير باغ كونتر لي زيلكترون راهم مينوريتير دونك هذا في التيب بي دونك كنا في التيب ان كيكونوا عندنا لي زيلكترون هما لي ماجوريتير ولي طخو مينوريتير هذا في لو تيب ان وفي لو تيب بي كيكونوا عندنا العكس لي طخو كيكونوا هما لي ماجوريتير ولي زيلكترون ليفغ كيكونوا مينوريتير ما تعرفوا ما فهمتش اللعبة ديال لي موالي في البوند انترديت ولي طخو في البوند فالونس واخا دابا اشنو كيكون عندنا في الاول قلنا حيدو حنا قبل ما نديرو لابوغ لا والو ياك كيكونوا عندنا لي زيلكترون هنايا والفوق ما كيكون والو دونك فاش كنرفعوا الطومبيراتور لي زيلكترون كيطلعوا لنا البوند كونديكسيون وكيخلي لنا بلاصون 10 على بيسونس 10 ديال لي طخو ياك الوغ فاش كندخلوا حنايا الاتوم ديال البوغ يعني عندها ثلاثة الاتوم ديال بي ستابل يعني عندها 3 ديال الالكترون ديالها هذيك الاتوم كتكون هنايا الشارج ديالها كتكون نوتر كتكون في البوند انترديت الوغ فاش كترفع انت الطومبير كتدخل ديك البور وكترفع الطومبيراتور شنو كيوقع ديك البور قلنا كاينه في البوند انترديت دونك البور هنايا شنو كدير كتجر لينا واحد الالكترون تنتابي غير على البور البور كيجر لنا واحد الالكترون هنايا دونك فاش كيجر لنا الالكترون اي اتوم عطيناها الالكترون زيد كتشارج نيجاتيفمون دونك هاد قلنا هنا كانت عندها شارج نوتر جرات الالكترون دونك غتشارج نيجاتيفمون وكلها ومني كيجي لينا هاد الالكترون هنايا كيخلي بلاصتو طخو لي شارج بوزيتيف ديال لي طخو كيكونوا هنايا كيكونوا في البوند فالونس صافي شكرا من بين هنا كلشي فهمه شكرا دونك
temps de bord, centre accepteusement. Alors, nous jonction. Diode à jonction. Alors, je vais diode à jonction. Vous deux des semi-conducteurs. Un de type P ou un de type N. Alors, non polarisé, non polarisé, polarisation, il y a quand tu vois l'énergie. Il y a quand tu vois le générateur, donc on a un bain de l'eau, non polarisé, il y a un récupérateur, il y a un récupérateur, il y a un semi-conducteur de type P ou un semi-conducteur de type N. Alors, jonction non polarisée, on se fout de la définition de la barrière de potentiel. Alors, je vais vous dire, 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 الوغ انا جينا نجيو لهاد البارتي الاولى هي التيب بي ها هي بي هنايا الوغ قلنا التيب بي شنو هي اللي كندير لها الدوباج بالبور ياك الوغ شنو كنا لقينا فيها لقينا فيها ان فاش كنديروا الدوباج بالبور يكونوا عندنا لي ترو ماجوريتير ياك دونك هاد لي تو بور تور ماجوريتير في التيب بي او لي زيلكترون يعني هادو 10 على بوسونس 10 ديال الزيلكترون بور تور مينوريتير وكتكون عندنا الشارج نيجاتيف ديال البور ياك هادي في الجونكسيون بي فهمتوا هاد الرسم هذا ياك دونك في الجونكسيون ان كيكون عندنا العكس يعني الا كندير لها الدوباج بالاكس سوليد يعني كيكون عندنا لي زيليكترون لي زيليكترون هما دي بورتور ماجوريتير او لي ترو دي بورتور مينوريتير ou qu'est-ce qu'on a une charge positive de l'arc solide. Alors, fais-je que tu te un jour avec la variation, alors fais-je qu'on a une, مثلا, si partie fait charge positive ou partie fait charge négative, donc une combinaison des forces d'attraction. Et nous, on a une charge l'autre. Positif, une charge négative, ou négative, une charge positive. Alors, les forces d'attraction, une combinaison qui connaît un champ. Il n'y a pas de partie, il n'y a يكون واحد الشون يعني بوزيتيف كيجر ونيجاتيف كيجر يكون عندنا واحد المجال ك شون الكتريك الوغ داك الشون الكتريك كيكون لينا واحد الباريير كتسمى باريير دو بوتونسييل اللي كنرمزو لها في زيرو دونك هاد في زيرو جايانا من هاد لي فورس داتراكسيون ما بين لي شارج غير هاد لي شارج غير بلوس والموان بلوس والموان الوغ هاد لا كتسمى الباريير دو بوتونسييل الوغ اشنو كيوقع هنايا فاش كتركبهم بجوج اشنو عندنا الا جينا مثلا لي ترو الا جينا هاد لي ترو ماجوريتير هنايا ياك الوغ في المقابل ديالهم هنا اشنو كاين كاين دي زيليكترون ماجوريتير دونك هادو شارجي نيجاتيفمون لي زيليكترون ولي ترو شارجي بوزيتيف دونك تا هما كيكونوا كيجربوا بعضياتهم يعني كيكونوا بيناتهم دي فورس الوغ هاد لي ترو لي زيليكترون اللي هنايا ماجوريتير كيجروا لنا لي ترو في هاد لو سونس يعني هاد لي ترو كيجيونا كيجيونا فهاد لو سونس هنايا والعكس عاوتاني لي زيليكترون كيجروهم لي ترو لي شارجي بوزيتيف يعني هادو شارجي بوزيتيف كيجروا لنا هاد لي زيليكترون ماجوريتير كنهضر غير على لي ماجوريتير الوغ لي ترو كيجروا لنا لي زيليكترون كيمشيو لينا فهاد لو سونس الوغ قلنا هاد لي زيليكترون كيتجروا لنا فهاد لو سونس هذا ياك كيجروهم لي ترو ماجوريتير والعكس عاوتاني هاد لي ترو ماجوريتير كيجرو كيمشيو لينا فهاد لو سونس يعني كيجروهم كيجروهم لي زيلكترو ماجوريتير الوغ قلنا حنايا ديبلاسمون ديال لي ترو اللي هما بوزيتيف الا ديباساو لينا فهاد لو سونس لو كورون كيمشي لينا مع كيمشي لينا فهاد لو سونس كيمشي لينا في لو ميم سونس ياك دونك قلنا ان الى قلنا هادو كيمشيو لنا فهاد لو سونس لي ترو كيجرهم لي زيليكترون ولي زيليكترون كيجرهم لي ترو كيمشيو لنا فهاد لو سونس الوغ قلنا لي ترو راهم شارجي بوزيتيفمون دونك الى تحركوا لينا فهاد لو سونس راه كيعطيونا واحد الكورون ياك دونك الى تحركوا لينا هاد لي ترو فهاد لو سونس كيعطينا واحد الكورون اللي كيتسمى اي دي ان هو هذا الدي ان يعني لي ترو كيتحركوا في هذا لو سونس كورون غيمشي معاهم في هذا لو سونس
Par contre, les majoritaires des électrons qui ont fait le sens, le courant a fait le sens opposé d'eux. C'est IDP. Alors, IDP ou IDN qui sont le courant de diffusion. Et le courant de diffusion ou le courant de déplacement des majoritaires. Les équilibres F qui déplacent ou qui sont le courant de diffusion. Alors, on a les trous qui ont fait le sens, qui ont fait IDN. Ou les électrons qui ont fait le sens, qui ont fait le courant de sens opposé, le IDP. Mais il y a des. Alors, بالنسبه ل دابا هاد لي كورون اي دي بي و اي دي ان alors la somme ديالهم كيتسمى اي دي لو كورون دو ديفوزيون alors دابا هضرنا على لي ماجوريتير ندوزو دابا لي مينوريتير alors شنو قلنا هنايا فهاد هاد جونكسيون بي شنو كيكون عندنا مينوريتير هما لي الكترون رضا رضا تخ اخا تعاود هاد الشيء تاع اي تي اي تي بي اي تي ان راه ما فهمتش كيف اخا انا نعاود صبر الوغ هانت قلنا كيكون عندنا هنايا الزون ديال بي كيكونوا عندنا لي ترو ماجوريتير يعني 10 على بوسون 16 ديال لي ترو والعكس هنايا كيكونوا عندنا لي زيلكترون هما لي ماجوريتير الوغ اشنو كنديروا فاش كيكونوا عندنا هنايا لي ترو ماجوريتير لي ترو قلنا قبيله شارجي بوزيتيفمون او لي زيلكترون كيكونوا شارجي نيجاتيفمون دونك لي زيلكترون كيجروا لي ترو عندهم ولي ترو كيجروا لي زيلكترون عندهم دونك هاد لي ترو هنا اللي هما ماجوريتير كيتجروا فهاد لو سونس هذا او لي زيلكترون لي شارجي نيجاتيفمون qui jarrouf le sens opposé يعني qui jarrouf هنايا يجرهم هاد لي تخو اللي كاينين هنايا دونك قلنا حنايا اللي كنعرفوا حنا في الكورون الا كانت شي حاجه بوزيتيف كديبلاصا دونك راه الكورون كيديبلاصا معاها دونك هاد الحركه ديال هاد لي تخو من هنايا لهنايا في هاد لو سونس غتعطينا واحد الكورون اللي في ميم سونس حيت بوزيتيف دونك هاد الكورون كيتسمى الكورون دو ديفيزيون دي ماجوريتير ديال لي تخو اي دي ان او بحال او لي زيلكترون كيتحركوا لينا في هذا لو سونس الوغ مي كيتحركوا لينا في هذا لو سونس حنا عارفين ان الكورون كيتحرك العكس ديال لي زيلكترون دونك الا مشاو لينا لي زيلكترون في هذا لو سونس من هنا لهنا غيعطينا واحد الكورون اللي غيمشي في السونس اوبوزي يعني في هذا السونس الفوق دونك كيتسمى الكورون دو ديفيزيون ديال لي ماجوريتير ديال لي زيلكترون يعني الحركه ديال لي ترو كيعطيونا اي دي ان والحركه ديال لي زيلكترون كيعطيونا اي دي بي فهمتي دابا وي صافي بان شكرا الوغ فاش كتجي عاوتاني لي مينوريتير يعني هاد 10 على بوسونس 10 ديال لي مينوريتير ديال لي زيلكترون هنا دابا عندنا لي مينوريتير فهاد البي فهاد الزون بي هما لي زيلكترون واللي مينوريتير هنايا هما لي ترو دونك حتى هما كيجروا بعضياتهم يعني لي مينوريتير كيجروا لي مينوريتير الوغ شنو كيوقع لنا تما نفس البروسيدور لي مينوريتير هنا ديال لي زيلكترون هما هادو هنايا كيمشيو لينا فهاد لو سونس هذا او لي مينوريتير ديال لي ترو اللي كاينين في الان كيمشيو لينا فهاد لو سونس في لو سونس هنايا المهم فهاد لو سونس الوغ هادو قلنا مينوريتير شارجي بوزيتيفمون دونك ديبلاسمون ديالهم من هنا لهنا غيعطينا واحد الكورون كيمشي فهاد لو ميم سونس دونك هذا هو اللي كيتسمى كورون انفيرس اللي هو الكورون ديال ديبلاسمون ديال لي مينوريتير لو كورون انفيرس هو كورون ديال ديبلاسمون ديال مينوريتير دونك هاد لي مينوريتير هاد لي ترو مينوريتير هنا فاش كيديبلاصاو لينا كيعطيونا اي دي ان اي انفيرس ان يعني اي اي ان او لي مينوريتير ديال لي ترو لي مينوريتير ديال لي زيلكترون اللي كاينين في تي بي كيتحركوا لينا فهاد كيديبلاصاو لينا فهاد لو سونس حيت كيجروهم هادو دونك كيعطيونا واحد الكورون في لو سونس اوبوزي حيت هادو الكترون كيمشيو هوك دونك الكورون ديالهم غيدوز في لو سونس اوبوزي
اللي هو ايدي بي اللي هو الكورون انفرس ديال لي مينوريتير ديال لي الكترون. دونك فهمتوا هاد البارشي؟ ماشي حاجه مفهوماش نعاودها. وي وي صافي مزيان فهمتها مفهومه. الو وي مزيان. شوف السؤال الاخرين. اللي ما فهمش يدوي، اللي ما فهمش يحبسني منكم كنشرح باش ماشي متتفوتوا بهم. ما فهمش نعاود. بغاش يدوي يكتب ميساج. يعني هنا السونس ديال لي مينوريتير كيكون العكس ديال لي ماجوريتير. في زون وحده حيت مثلا في زون وحده ضروري ماشي في السونس ديال الكورون. هما كل بجوجهم كيمشيو كيمشيو من بي لان، لي ماجوريتير ولي مينوريتير كيمشيو من بي لان. غير واحد اول حاجه لطيفه. المهم كيكون كمل ما فيها والو كيكون بجوجهم كيمشيو من بي لان، غير مره كيمشي كيمشيو لي ترو يعني كيمشي الكورون هنايا، مره كيكون كورون انفيرس، مره كيكونوا لي مينوريتير هنا الا مشاو لنا لي ترو هنايا دونك راه غيكون عندنا واحد الكورون ديال الديفيزيون، ولي مينوريتير حتى هما غيمشيو هنايا يعني الالكترون غيمشيو هنايا ولكن غيعطيونا واحد الكورون في لو سونس انفيرس كيتسمى كورون انفيرس ديال لي مينوريتير. ونفس الشيء عاوتاني بالنسبه للزون ان حتى هي عندها لي ماجوريتير هما لي زيلكترون كيمشيو هنا دونك كيعطينا واحد الكورون في لو سونس اوبوزي ديالها كيتسمى كورون ديفيزيون ديال لي ماجوريتير، ولي ترو لي هما مينوريتير كيمشيو هنا كيعطينا واحد الكورون اللي هو انفيرس ديال لي مينوريتير ديال لي ترو. حبينا هادي وي الوغ قالك لو كورون توتال اللي كيكون دايز في هاد جونكسيون شنو كيساوي لينا؟ ها هي الفوق هنا عندنا اي دي كورون ديفيزيون غادي في هذا لو سونس، الكورون انفيرس غادي في هذا لو سونس، دونك كورون توتال كيساوي لنا اي دي واحد موان الاخر وكيساوي لنا زيرو. علاش كيساوي لنا زيرو؟ حيت نون بولاريز، حيت باقي ما دوزناش عندنا جونكسيون نون بولاريز يعني ما مدوزينش شي كورون اخر، ما عطيناهمش ما دايرينش معاهم شي جينيراتور دونك ما دايرش حتى كورون اخر، دونك لا سوم ديالهم كيساوي لنا زيرو. الوغ دونك يكون عندنا هنايا ديال الجونكسيون يكون عندنا لي شارج هنايا كيكون بيناتهم دي فورس كيعطينا واحد الشون، هذاك الشون كيكون لنا واحد البارير كتسمى بارير دو بوتونسييل، كيكون عندنا واحد الكورون ديفيزيون في هذا لو سونس واحد الكورون انفيرس في هذا لو سونس، كورون ديفيزيون ديال لي ماجوريتير ديال لي ترو وديال ديال لي ترو وديال لي زيلكترون، والكورون انفيرس ديال لي مينوريتير. الوغ الوغ اللي جينا هنايا الجونكسيون، الا شدنا الجونكسيون كيكون عندنا دو كيكون فيها دو بورن، يعني بورن مرتبط بي نقول لي انود ومرتبط بان كنسميوه كاتود. الوغ لاسوسياسيون ديال هاد لي دو هاد بي مع ان هما اللي كنسميوه حنا ديود. الوغ ديود اشنو هو؟ هنايا كتكون عندنا هاد الباغيير دو بوتونسييل هنايا في زيرو التمثيل ديالها التمثيل المبين ديالها. الوغ ديود شنو هو؟ هو اسوسياسيون ديال دو ديال لي جونكسيون زون جونكسيون بي وجونكسيون ان. دونك ديود ا ليكيليبر ستاتيك يعني ديود ما بولاريزيش. الوغ هذا هو السيمبول ديالو كيكون عندنا هنايا الريجيون ديال الانود يعني ريجيون بي وهنايا الريجيون ان يعني هنا هادي بي هنايا يعني كيكون الكورون اللي دايز من هنا يعني لا الكورون اللي غيدوز من هنا هو اي دي الكورون ديفيزيون، والكورون انفيرس اللي بغيتي تبولاريزيها اون انفيرس كتبولاريزيها من هنا يعني الكورون انفيرس كيدوز من هنا يعني. دونك هادي ريجيون ان وهادي ريجيون بي. المهم هذا غير السامبول ديال هادي شد هادي ورجع لي السامبول ديال هادي باش نشوف هنا ليكسبريسيون. الوغ فاش كتكون عندنا في التمبيراتور امبيونت يعني في 300 كيلفين بالنسبه للسيليسيوم كتكون عندنا هاد في زيرو الباريير دو بوتونسييل ما بين 0.6 و 0.7 فولت. المهم اغلبيه كنخدموا ب 0.7 فولت بالنسبه للسيليسيوم.
بالنسبة للجرمانيوم ديك البارير تكون 0.3 فولت هنا هنا فولت. Alors l'expression du courant de IDE à l'équilibre. عريضة. فليتيك سنو سيستيعطو منك ماشي خستو نعرفه معك كيفاش؟ قد 0.7 و 0.3 تخدم عارفه تخدم ب 0.7 إذا كان عندك السمي كوندكتور ديال السيليسيوم تخدم ب 0.7 إذا ما عطاوش تخدم ب 0.7 صافي شكرا الو قلنا هادو لي بارير ديالهم عندنا السيليسيوم 0.16 او الجرمانيوم 0.3 هادو هما الجوج اللي كيخدم بهم اللي كيخدم بهم بزاف اللي كيتخدموا في التمارين هما لي براتيك هما اللي كيخدم بهم بنادم بزاف الوغ ليكسبرسيون ديال لو كورون ا ليكيليب الوغ عندنا واحد الغروندور سميتو ان بريم كيتسمى هو لو نومبر دي بورتور دي ماجوريتير ديال لي الكترون ديال لي ترون كابابل دو باسي لا بارير يعني هاد ان بريم هو شحال ديال لي زيلكترون وشحال ديال لي ترو يعني لي ماجوريتير لانهم قادرين انهم يباسيو لنا ديك البارير يعني بحال هنايا فاش شرحت لكم انا هنايا راه كيدوزو لي زيلكترون من هنا ولي ترو من هنايا ولكن ماشي كلشي كيدوز كاين غير واحد النسبه اللي كتقدر دوز يعني كتقدر دوز هاد البارير هادي كامله في زيرو باش دوز الجهه الاخرى تعطينا الكورون الو ان بريم قال لك هو لو نومبر ديال لي بورتور ماجوريتير سواء ديال لي زيلكترون سواء ديال لي ترو كابابل دو باسي لا بارير في زيرو في تمبيراتور امبيون الو باش كنحسبوا داك ان بريم كيساوي لينا هو ان زيرو بريم بحيت هاد ان زيرو بريم هو لو نومبر ديال لي ماجوريتير ملي كتكون لينا البارير ما كايناش يعني البار في زيرو كتساوي زيرو يعني ملي كتكونش عندنا البارير اوتوماتيكمون راه كاع لي زيلكترون كاع لي ماجوريتير كيدوزو دونك هاد ان زيرو هو شحال عندنا ديال بصفه اخرى شحال عندنا ديال لي ماجوريتير وشحال عندنا ديال لي ماجوريتير سواء ديال لي ترو سواء ديال لي زيلكترون ان زيرو اكسبونونسييل موان او هي لا شارج في زيرو هي لا بارير سيغ كان تي كا كونستانت بوتسمان و تي لا تمبيراتور الوغ هاد هذا ان بريم يعني هاد الكروندور ما حاش ما كيتحطش المهم اللي عارف انا ما كيتحطوش في لي زيكزيرسيس ولكن المهم هادي هي الغولاسيون ديالو الوغ ليكسبرسيون ديال الكورون ديفيزيون يعني الكورون ديفيزيون يعني الكورون اللي كيدوز لينا بلي ماجوريتير شنو كيساوي لنا كيساوي لنا هو اي زيرو ليكسبونونسييل موان او في زيرو سور كات الوغ هاد او زيرو في زيرو سور كات باينه اي زيرو اي زيرو هو بلاتي ما عرفتش كيفاش يقول الو ماشي ثاني فيكسيت عرفتش كيفاش يقول الوغ اي زيرو شنو هي اي زيرو هو لو كورون اللي كيدوز ملي كتكون عندنا البارير كتساوي زيرو يعني هاد اي زيرو ما 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 هو ماشي ما كتجبدش بغولاسيون هو كيتحسب يعني ما كتكونش عندنا ديك البارير كنشوفو شنو هو شحال كيساوي لنا داك الكورون اللي كيكون ديز الوغ كورون ديفيزيون هو اي زيرو يعني اللي كيكون الكورون اللي دايز ملي ما كتكونش البارير فوا ليكسبونونسييل ديال موان او في زيرو سيغ كاتي الوغ قالك في ليكيليبر يعني ما كيكونوش دايرين بولاريزاسيون اي توتال كتساوي لنا اي دي موا اي انفيرس كتساوي لنا زيرو الوغ اي 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 يعني اي انفيرس كنسميوه كورون دو ساتوراسيون كنرمزو ليه اي اس الوغ في تمبيراتور امبيونت يعني في 300 تمبيراتور اوردينير 300 كيلفين اي انفيرس كيساوي لنا اي اس يعني تقريبا كيكون ان نانو امبير يعني كيكون صغير بزاف نقدرو نيجليجيوه le courant inverse qu'on va négliger. Donc, le courant total qui est le courant de diffusion, le courant de déplacement de la majorité. Alors, ce que je veux dire, la polarisation. Alors, la polarisation, il y a deux types de polarisation. Soit un axe polarisé en direct, soit un axe polarisé en inverse. Alors, la polarisation en direct, c'est ce qu'on VP, différents potentiels VP moins VM positifs.
VP on est VP on est VN هنا كاين N alors فاش كتحسب في لا ريزي اون ديريكت بحال هكا كتب باش نديرو الفاش ديال بولاريزاسيون اون ديريكت alors فاش كون VP moins VN positif يعني الا شديتي هنا البوتونسييل اللي كاين هنايا راه هو اللي كاين هنا يعني البوتونسييل هذا بلس راه هو ديال N هو ديال P و الموان راه هو ديال N دونك الا حسبتي VP moins VN غتلقاها بوزيتيف حيت هذا مرتبط بوزيتيف وهذا مرتبط بنيجاتيف دونك غتلقاها بوزيتيف دونك بولاريزاسيون اون ديريكت اللي كنبولاريزيوها بحال هكا يعني كنشدو البول بوزيتيف ديال الجينيراتور اللي كنبولاريزيو به كيكون مربوط مع الاتم مع الانود يعني مع الريجيون بي الوغ فاش كنبولاريزيو كيكون عنده واحد التونسيون في الوغ نفسنا يعني عندنا في زيرو في زيرو هي الباريير اللي جاتنا من هادو الوغ وف فاش كنبولاريزيو دونك الباريير كتكون عندنا هي هذه في الاول قبل ما نبولاريزيو كتكون في زيرو الوغ فاش كنبولاريزيو اون ديريكت كيكون عندنا واحد في اللي هو في لو سونس اوبوزي ديال في زيرو الوغ الباريير ابري لا بولاريزاسيون كتكون هي في زيرو وهي لا سوم ديالهم بجوج لا سوم ديال دو فيكتور كل وحده في سونس راه وحده موال الاخرى دونك هذه اذا كانت غادي هنا بوزيتيف دونك راه الاخرى غتكون اوبوزي غنديرو موال Donc, la barrière finale après la polarisation est V0 moins V. Alors, ce que nous avons vu, c'est que la barrière, quand on dit polarisation en direct, la barrière V0 se réduit. Yani, parce que nous avons vu que V est polarisée. Donc, la barrière est rare. Alors, une fois que la barrière est rare, ce que nous avons vu, c'est que la majorité de la barrière est rare. C'est la barrière. Yani, la barrière est rare. Alors, فاش كنصغروا البارير الوغ اوتوماتيكمون كيكبر لينا شحال ديال لي ماجوريتير سوا ديال لي ترو سوا ديال لي الكترون اللي قادروا يدوزوا للريجيون الاخرى دونك اون فوا كتصغر لينا هاد البارير دونك ما كيبقاش واحد الحاجز كبير لانه يحبس لينا دوك لي الكترون الوغ لي ماجوريتير لي ماجوريتير سوا ديال لي الكترون سوا ديال لي ترو reprenons la diffusion يعني كيعاودوا عاوتاني يديروا الديفيزيون يعني كيكون كيكبر لينا داك الكورون ديال الديفيزيون وكنقولوا هنايا ان الكورون ديفيزيون اي دي فافوريزي يعني كيولي مهم والكورون انفيرس ملي كتصغر لينا ملي غتصغر لينا ملي غتصغر لنا البارير دونك لي مينوريتير تما غادي حيت البارير كتعاون لي مينوريتير باش يدوزوا باغ كونتر لي ماجوريتير يعني بحال كتحبس عليهم دونك الى صغرت لا بارير ما غتبقاش تعاون لي مينوريتير يدوزو دونك الكورون انفيرس كيدي فافوريزا الوغ هنايا التمثيل ميبيان ديالها كانت عندنا في زيرو في الاول من بعد ما بولاريزينا اون ديريكت ولات عندنا في زيرو موان في دونك البارير نقصت كيتزاد لنا الكورون ديال الديفيزيون كيولي فافوريزي و الكورون انفيرس كيزاد صغار يعني كيبقى كيتنيكلي واضحه هذه اللي ما فهمتش شي حاجه نعاودها معاه تكلموا يا جماعة غير واحد يقول مفهوم ريدا عاود كنت ساهي من البولاريزاسيون كاملة عاود اسمح لي شي مشكل الوغ اشنو قلنا هنايا قلنا كاينين دو تيب ديال البولاريزاسيون بولاريزاسيون اون ديريكت بولاريزاسيون اون انفيرس الوغ بالنسبه للبولاريزاسيون اون ديريكت يعني كنديروا البول بوزيتيف ديال داك الجينيراتور مع الريجيون بي والنيجاتيف كيكون مع ريجيون ان الوغ فاش كنبولاريز ابري افون لا بولاريزاسيون يعني قبل ما نبولاريزيو كتكون عندنا هاد البارير دو بوتونسييل في زيرو هنايا ياك دونك ملي كنديروا البولاريزاسيون alors que par là appliquer une tension V pas de sens mais négatif positif donc la barrière parce qu'on applique ou هذا راه كيتابليكات على هنايا donc كانت عندنا في الاول في زيرو من بعد بولاريزينا داد لينا واحد الفي هنايا في هذا لو سونس alors شنو كنقولوا هنايا ان
البارير توتال يعني ابري لا بولاريزاسيون اللي هي في 0 فهاد لو سونس موان في فهاد لو سونس اوبوزي كتكون موان دونك في 0 موان في دونك اشنو كنقولوا هنا شنو كنستنتجوا ان البارير دو بوتونسييل ريدويت يعني كتصغار خصنا من هاد في الوغ ملي كتصغار قلنا كل ما صغرت البارير دو بوتونسييل لي ماجوريتير سوا ديال لي الكترون سوا ديال لي ترو يعني كتسهل عليهم انهم يدوزوا انهم يتحركوا دونك كيقول لك ان لي ماجوريتير ديال لي الكترون اي لي ترو ريبرونون لا ديفيوزيون سي تادير يعني ملي كيوليو عندنا بيضا نعم شنو يعني هذاك الرمز فين هذاك اللي بحال المجموعه الفريق هذا اسم عطاه بحال نوطاسيون ديال هذه كامله صافي غير نوطاسيون يعني ان فاش كيوليو عندنا كاش كتصغر الباريير دونك كيوليو عندنا لي ماجوريتير ريبرونون لا ديفيوزيون دونك الكورون ديال الديفيوزيون كيولي كبير كيتفافوريزا باغ كونتر قلنا لي مينوريتير ما كيبقاش قادرو يدوزو الباريير كتصغر دونك كنلقاو صعوبه انهم يدوزو دونك كيديفافوريزا الكورون انفيرس الوغ بالنسبه للبولاريزاسيون اون انفيرس الوغ لو ميم كا غير هو دابا كان بولاريزي اون انفيرس يعني البول بوزيتيف غيكون مرتبط بالريجيون ان والبول نيجاتيف غيكون مرتبط بالريجيون بي دونك بولاريزينا اون انفيرس دونك ابليكينا واحد طونسيون في فهاد لو سونس دونك غيكون هو لو ميم فهاد لو سونس الوغ شنو غيوقع لينا هنايا البارير دو بوتونسييل اللي كان في زيرو في الاول غدا تزاد دونك غادا تزاد عليها في دونك غتولي الباغيير توتال في الاخر اللي هي في 0 بلس في دونك هنا العكس عاوتاني الباغيير غتكبر واش امبليكي لينا ان في 0 غتولي في 0 اللي كان في الاول غتولي في 0 بلس في الوغ او المهم هنا كاين لو شون توتال يعني لو شون اللي كاين هنا كيكبر المهم حيت لو شون هنايا حيت لابليكينا هنا حط طونسيون فهاد لو سونس دونك راه لو شون غيكون فهاد لو سونس هذا لو شون اكستيريور الفوق هنايا وكاين هنا لو شون انتيريور المهم ما علينا بلو شون دونك اللي كنسمو بحنا ان الباغيير كتكبر دونك كتكبر الباغيير الا كبرت الباغيير هاد الباغيير كتدفع لينا لي ماجوريتير ولي لي ماجوريتير سوا ديال لي ترو هنايا كتدفعهم تخليهم يبعدو ولي ماجوريتير ديال لي زيلكترون هنايا كيبعدو تما باغ كونتخ لي مينوريتار كيقدرو يدوزو مكيدفعوش كيقدرو يدوزو بسهولة من هاد الباغيير كل ما كبرت الوغ شنو كيطرالنا كيطرالنا بلوكاج ديال لا ديفيزيون كورون ديفيزيون مكيبقاش بغي يدوز لينا دونك كورون انفيرس كيتفافوريزا والكورون ديال الديفيزيون ديال لي ماجوريتار ديال لي ترو لي زيلكترون كيت ديفافوريزا يعني مكيبقاش يدوز لينا بزاف دونك كيطرالنا البلوكاج هنا هو اللي كيتسمى البلوكاج دونك يولي عندنا غير الكورون انفيرس هو اصلا لي صغير الوغ هنا نحيد هاد البوانش هادي نجي الوغ بالنسبه للاكسبريسيون ديال الكورون ديال اي توتال الاكسبريسيون ديال الكورون توتال اللي كيكون سوا في بولاريزاسيون اون ديريكت سوا في بولاريزاسيون اون انفيرس الوغ نعم هذيك لا زون اللي كتكرييها الباريير دو بوتونسييل هي لا زون ديال ترانزيسيون ياك ما كتبش مش انا المهم قال لك هي لا زون ديال الشارج ديال سباس كانت 14 4 هنا التسميات ولا ما عرفتش المهم ما كتبش مش انا هي لا زون ديال ترانزيسيون هاد لا زون هاد لا زون اللي كتكري بهاد الباريير كتسمى كتنوطا يا الزون ديال الشارج ديال سباس ولا لا زون دو ترانزيسيون ولا المهم كاين واحد 14 4 تسميات هنا الوغ بالنسبه ليكسبريسيون ديال الكورون توتال سواء اون ديريكت سواء اون انفيرس الوغ شنو قلنا حنا كيساوي لنا اي توتال اللي هو كيساوي لنا كورون ديفيزيون موا الكورون انفيرس الكورون انفيرس سميناه هو كورون ساتوراسيون اي اس دونك اي دي موا اي اس الوغ اون ديريكت في البولاريزاسيون اون ديريكت كيكون عندنا في بي موان في ان بوزيتيف الوغ شنو كيكون عندنا كتكون عندنا اي دي دابخي
d'après la relation de Maxwell, ID courant de diffusion, I0 exponentiel moins l'exponentiel moins E sur la barrière sur KT. Alors, il est génial, le courant de diffusion, et ça, on a I0, l'exponentiel de L moins E, ou la barrière à 9 en direct. Il n'a pas en direct que la barrière se réduit. Il y a V0 moins V. Donc, il y a l'exponentiel de V0 moins V sur KT. Alors, il y a de l'exponentiel. Je prends I0 l'exponentiel moins E moins E V0 sur KT fois le moins, le moins, le moins, je le plus. Donc, je fois l'exponentiel de E V sur KT. Donc, il y a V thermique, le gnac ou le V thermique, il y a KT sur E. Donc 1 sur V thermique, il y a E sur KT. À des tensions thermiques, le gnac ou le. Donc tension thermique, ou KT sur E. Donc le maqloub, de la tension thermique, ou E, le bnac ou le E sur KT. Donc, quand j'ai une fois, on a E sur KT, 1 sur VT. Donc, on a I0 exponentiel, dire moins, on a le V0, ou E sur KT, on a 1 sur VT. Donc, on a moins V0 sur VT. Ou même chose pour Hadishaya. E sur KT, il y a 1 sur VT. Donc, on a l'exponentiel, dire V sur VT. Alors, je vais nous donner. إذا رجعنا للغولاسون ديال ماكسويل ديال ماكسويل هي هذه اي ديك تمنا اي زيرو في الاكسبونونسييل موان او سور في زيرو سور كاتي الوغ راه حتى اي اس تاع الكورون ديفيوزيون غيساوي لنا اي زيرو في الاكسبونونسييل ديال موان او في زيرو سور كاتي جوجهم دي كورون ديال دي كورون ديال الانتقال ديال لي ماجوريتير ولي مينوريتير دونك عندهم لو ميم اكسبريسيون غير كي فين كيختلفوا في يمكن حاجه توتال ايكال زيرو يعني راه هما متساويين هما متساويين المهم فاش يكون عندنا نون بولاريزي كيكونوا متساويين دونك يدير غتساوي لنا اي اس دونك يعني هنا عندنا اي اس هي راه عندنا ميم اكسبريسيون بحال اي دي هي اي زيرو اكسبونونسييل موان او سور في زيرو سور كاتي الوغ الا عوضنا هاد رجعنا ليكسبريسيون اللي وصلنا ليه هنا الفوق الا عوضنا اي زيرو l'exponentielle moins e v0 sur kt is yak donc on va avoir عندنا الى is donc on va avoir le courant de diffusion هو is يعني اللي هو هاد i0 l'exponentielle moins v0 sur vt fois هاد e v l'exponentielle ديال v sur vt donc هذا هو الكورون دي فيزيون. Alors, le courant total, il y a le courant de diffusion moins le courant de saturation. Nous le courant de diffusion de l'expression de l'énergie. Le courant de diffusion est IS, l'exponentiel de V sur VT moins IS. Nous avons le IS, l'exponentiel de V sur V total moins 1. Donc, l'expression de le courant total sur polarisation en direct. Alors, بالنسبه للان انفرس ميم شوز اي دي ايغال اي زيرو ليكسبونونسييل ديال موان او هنايا قلنا في اون انفرس كتكبر لينا الباريير دونك يكون عندنا في زيرو بلس في دونك نفس الشيء عاوتاني غنديفلوبو غادي نديفلوبو هاد اي زيرو غنفرقوا هادي تبقى عندنا هي موان في زيرو سيغ كاتي fois l'exponentielle dit le moins, à ce moment-là, on va dire que juge, moins E V sur, v, sur KT. On a dit que E sur KT, v, 1 sur V thermique, là ou là. Donc, je prends E0, exponentielle moins E sur KT, on a dit 1 sur VT, je prends V0 sur, KT, sur VT. Ou à dire on a dit que je prends l'exponentielle dit le moins V sur V thermique. وهذه عاوتاني راه هي اي اس اي زيرو ليكسبونونسييل موان في زيرو سيغ في تي هي اي اس دونك تبقى لنا الكورون ديفيزيون اون انفيرس هو اي اس ليكسبونونسييل موان في سيغ في تي الوغ الكورون توتال عاوتاني اللي هو اي دي موان اي اس
نعاودوا اي دي بهذه الاكسبريسيون اللي لقينا ونعملوا عاوتاني في اي اس غتبقى لنا هو الاكسبونسييل ديال موان في سور في تي موان ز. دونك لقينا الاكسبريسيون الفوق هو هذا ديال اون ديريكت وقينا الاكسبريسيون ديال اون انفيرس. الو نجيو هنايا الاخر هنا 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 الو لقينا الاكسبريسيون ديالهم هما هادو. دونك نقدروا نقولوا ان الكورون توتال كيساوي لنا اي تي موان اي اس كيساوي لنا اي اس فاكتور ديال الاكسبونسييل في سير في توتال موان ز بحيث ان هاد في راها بوزيتيف الا كانت اون ديريكت الا كانت بولاريزاسيون اون ديريكت حيت لقينا في الاكسبريسيون الفوق الاكسبونسييل في سير في تي وهذيك في غتكون نيجاتيف الا كانت بولاريزاسيون اون انفيرس حيت لقينا في الاكسبريسيون ديالها الاكسبونسييل موان في سير في تي داك في تقدر تكون بوزيتيف تقدر تكون نيجاتيف. دونك حنا غنحطوها في اكسبونونس اي اس فاكتور ديال الاكسبونونسييل في سير في تيرميك وديك في الا كانت بوزيتيف راه اون ديريكت كانت نيجاتيف راه اون انفيرس. دونك مفهوم هاد الاكسبريسيون ديال الكورون توتال. وي وي مفهوم. الو نجيو عاوتاني دابا التمثيل ديال الكورون كورون اون فونكسيون ديال التونسيون. الوغ نجيو لبارتي اون ديريكت. اون ديريكت يعني بولاريزاسيون اون ديريكت يعني هاد البارتي اللي على اليمين اللي كيكون عندنا فيها في بي مو في ان بوزيتيف. الوغ الى جينا حنا اشنو كنعطيو حنا كنعطيو واحد التونسيون. دونك كنعطيو واحد التونسيون اللي كنغيروا المتغير عندنا هنا هو في. دونك الى عطينا واحد التونسيون مثلا قريب للزيرو دونك هنا غيكون زيرو والتحت غيكون عندنا في تيرميك دونك زيرو سير في وعطينا لانفيني. دونك الاكسبونسييل ديال المهم هنا غيكون عندنا تقريبا كيبقى قريب للزيرو ملي كنعطيو هاد في كتكون صغر من في تيرميك يكون عندنا تقريبا الكورون صغير بزاف يعني اي كيكون ا بو بري زيرو هنا كنعتبروا تقريبا زيرو. الوغ اون فوا كنعطيو واحد في ايغال ا 0.7 فولت يعني كنديباسيو كتسمى السوي ولا هي الباغير ديال البوتونسييل كتسمى السوي ديال الديود. الوغ اون فوا كنعطيو واحد طونسيون ايغال ا 0.7 فولت بالنسبه للسيليسيون. الوغ اشنو كنديرو يعني هاد الاكسبونونسييل هذا كيكبر دونك ملي كيكبر كنيجليجيو هاد الان دوفون هاد الاكسبونونسييل. دونك كورون كيساوي لنا اي اس فوا الاكسبونونسييل ديال في سور في تي. دونك اون فوا كنديباسيو هادي الكورون كيكبر بزاف يعني ما كيبقاش عندنا هاد موا اي اس هي هنايا ملي كنعاودو النشرو عاوتاني. دونك كيبقى عندنا تقريبا مش كاتبه واقيلا هي هنايا بلاش. الو هنايا في اون ديريكت الكورون توتال تقريبا راه كيساوي لنا اي اس يعني كنيجليجيو داك الان دوفون ليكسبونونسييل. الو كيقول عندنا الكورون توتال تقريبا هو اي اس ليكسبونونسييل ديال في سور في توتال. دونك الكورون كيطلع لينا هنايا كيكبر كيبقى غادي وكيكبر كل ما زدنا في في كل ما كيكبر ليكسبونونسييل دونك كيكبر لينا الكورون كيكبر لينا اي. الو بالنسبه لاون انفيرس اون انفيرس ديما عندنا alors on inverse non à l'expression là alors on inverse qu'est-ce qu'on a عندنا ديما qu'est-ce qu'on a عندنا ديما البارير حيت اون انفيرس اللي جينا هنايا ديما هاد الطونسيون اللي كنعطيو كيكون صغار من البارير من هاد السوي هادي. دونك كنيجليجيو الاكسبونونسييل حيت ديما كيكون زيرو ديما غادي زيرو كل ما هذا غادي كيصغر يبقى هذا غادي الاكسبونونسييل غادي لينا زيرو كامل. دونك كنيجليجيو الاكسبونونسييل كيبقى لنا موان ز فوا اي اس دونك كيبقى لنا الكورون توتال تقريبا راه هو موان اي اس يعني حنا قلنا ان اي اس هو الكورون ديال الساتوراسيون راه ان بو بري يعني تقريبا 1 نانومتر. دونك اون انفيرس كيكون موان اي اس دونك الكورون كيبقى تقريبا غادي لنا موان 1 نانو امبير كيكون صغير بزاف تقريبا موان اي اس ياك. الو ولكن
فاش كنبقاو غاديين كنزيدو في البولاريزاسيون اون انفيرس دابا فاش كنبقاو نزيدو في هاد البون في هاد التونسيون بقاو غاديين زايدين كتوصل لواحد البارتي اللي كنديباسيو فيها واحد السوي تما التونسيون دوك لاكاج الوغ اون فوا كنديباسيو ديك هاد السوي هادي الديود ديالنا كيخسر يعني كيولي باسي لينا الكورون بحالو بحال اون ديريكت يعني كيولي كتقدر تعاودو غير بفيل يعني كيولي مدوز لنا الكورون عادي يعني بحال كاين فهاد اللحظه هادي كتسمع تستعداني حركتي الديور الوغ فاش كتديباسي هادي كيولي لنا الكورون ديز عادي Alors, avec la remarque avec diode de redressement, laisser passer le courant dans un sens et bloquer dans l'autre sens. Alors, on a le fonctionnement de la diode qui passe le courant dans le sens, ou le sens opposé qui fait le sens réel, le magnétisme qui fait le sens, qui bloque l'autre sens. À condition de faire le VZ, qui passe le diode, qui est le fil. Donc diode, le fonctionnement de la diode, on a créé le courant, il dose. En fait, quand on fait la tension, il dose l'ina, il a polarisé en direct, il dose une phase de sens, qui est un courant mohim, on a parlé l'ina. Sinon, il a quand polarisé en inverse, qui bloque l'ina le courant, qui concurrent serait IS, serait dimension de 1 nanoampère, qui concurrent serait 0. Donc, qui bloque l'ina le courant, mais qui dose une phase de sens. Alors, بالنسبة للموديل موديليزاسيون الوغ التمثيل ديال لي ديود موديليزاسيون ديال لي ديود هذا هو السيمبول ديالو انا قلنا ان عندنا واحد الديود هذه الريجيون بي هذه الريجيون ان وعندنا واحد الكورون توتال كيكون ديز من هنايا اللي هو اي دي موان اي ان داس الوغ فورميلا دو شوك لي المهم هي هذه قال لك الوغ بالنسبة ل المهم هنا هذه اللي درنا قبيله ديال في ايكال في بي موان في ان الا كان اون ديريكت راه في بوزيتيف يعني راه في بي بوزيتيف و في ان نيجاتيف الا كان اون انفيرس كيكون في نيجاتيف يعني كيكون هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف المهم الوغ قال لك بالنسبه للسوي ديال السيليسيوم هي 0.7 الوغ فاش كتكون عندنا في 0 في 0 اللي هي الباغيغ 0.7 كتساوي لنا الا حولنا الميلي فولت هي 700 ميلي فولت نقولوا انها كبيره بزاف على الطونسيون تيرميك ياك هذه غير باش نرسمو هي اللي قلت لكم انا هنايا الفوق فاش بغينا نرسمو هنايا قلنا ان هذه كتكون كبيره على هذه دونك كنجليجيو الان في الاول اون ديريكت وفي الاخرى كنجليجيو الاخرى الو قال لك هنا هذه كبيره دونك راه في هاد في تيرمي هاد في راه اكبر من في زيرو دونك كنجليجيو هي نستنتج ان اون ديريكت كنجليجيو الان وفي اون انفيرس كنجليجيو الاكسبونونسييل دونك في الكاركتيرستيك يعني في الكاركتيرستيك ديال الديود الو قال لك هنا الديود اي تان دي بول باسيف نون لينيير حيت كيدي بحال هو fonction exponentielle donc non linéaire alors avec la résistance RD la résistance de la diode dépend du point de fonctionnement il est le point de repos je voudrais aller en arrière avec Anna pour la diode il a brisé c'est la résistance de la diode parce que voilà vous devez qu'on a un point de fonctionnement yani chaque point chaque juge valeur de I de le courant ou de la tension عندهم واحد ريزيستانس محدده يعني الا بغيتي تحسب قالك حسب ريزيستانس ديال الديود خاصك اوبليغاتوارمون خاصك البوان ديال فونكسيونمون ديال السيركوي ديالك يعني البوان اللي كيخدم فيه السيركوي ديالك دونك يكون معطيك واحد الطونسيون واحد الطونسيون في ديال فونكسيونمون وواحد كورون ديال فونكسيونمون المهم غيورينا كيفاش كيتجبدوا الو عشان دابا نديرو بولاريزاسيون اون ديريكت فاش كنبولاريزي واحد الديود اون ديريكت ياك الوغ لي موديل ديالو اللي نقدروا نعوضوهم به خليو هذا
ومن قال لك غير لا كان هذا ما في والو هذا هنايا. المهم لي موديل ديال لي ديود في البولاريزاسيون اون ديريكت كاين ديود ايديال اولا كنسميو انتيريبتور فيرمي. انتيريبتور فيرمي يعني كنعوضو الديود ديالنا بان فيل، يعني الديود ما كيكونش عنده ريزيستانس انتر وما كيكونش عنده سوي، يعني ان فوا كدوز كتعطي كتبدا تعطي هاد الطونسيون الكورون كيدوز ديريكتومون، يعني الكورون كيكون كيطلع ديريكتومون كيكونش عنده واحد البارير اللي خاصو تيفوتها وما كتكونش عنده ريزيستانس. دونك في الديود ايديال ما كتكونش عنده ريزيستانس ما كتكونش عنده بارير، دونك كتعتبر كانه فيل انتيريبتور فيرمي. دونك ان فوا كتعطي واحد الطونسيون داك لهاد الديود كيدوز ديريكتومون كورون كيدوز ديريكتومون ما عنده لا ريزيستانس لا بارير. الوغ موديل اخر هو ريسيبتور ايديال. ريسيبتور ايديال هو كتكون عنده ريزيستانس انترن ايغال ا زيرو وكتكون عنده واحد الفورس الكتروموت كونتر الكتروموتريس في دي. الوغ ديك في دي هي الفورس كونتر الكتروموتريس او ميم طون هي البارير، هي البارير ديال الديود. دونك كنعوضوا الديود ديالنا ب كي يكون ديود بارفي كنعوضوه ب بريسيبتور ايديال، يعني ريسيبتور ايديال. الوغ اون فوا كتعطي واحد الطونسيون كيكون الكورون نول يبقى غادي زيرو. اون فوا كيديباسي لينا في دي يعني ديك الفورس كونتر الكتروموتريس اللي هي السوي، اون فوا كيديباسيها كيمشي ديريكتومون كيولي ديز لينا، يعني ما كتكونش كاينه ريزيستونس ما عندوش ريزيستونس داك ديال ار دي ايغال ا زيرو، دونك لا بونت ديالو هنا كيكون لانفيني. دونك كيدوز لنا الكورون ديريكت، كيدوز لنا الكورون كامل. الوغ بالنسبه للموديل الثالث اللي هو ريسيبتور ريال. الوغ ريسيبتور ريال كيكون عنده ريزيستونس انترن، يعني ريزيستونس انترن ديفيرونت زيرو، وكتكون عنده بارير. الوغ ريسيبتور ريال يعني كنعوضو بريسيبتور اون سيري مع ريزيستونس انترن ديالو. الوغ كيتسمى هذا كيتسمى ديود ديناميك، يعني اون فوا كان ابليكيو واحد طونسيون كنبداو نابليكيو طونسيون كيبقى لنا الكورون نول، يعني كيبقى زيرو 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 حتى كيديباسي لينا في دي، يعني كيديباسي لينا سوي ابخي كيطلع. وكيما كيطلعش بنفس لا فاسون ديال الفوق حيت عندنا هنايا ريزيستونس ستاتيك، يعني ريزيستونس ديالو ما كيطلعش لنا ديريكتومون كتكون واحد المقاومه كيطلع لنا بهاد لا فاسون هادي. دونك هنايا هنا كاين في من هنا لهنايا، الى بغيتي تجبد في راه هي في دي، هاد الصغير هاد الكبير هاد هو ديال في دي، والكورون اي راه غادي في هاد لو سونس هذا، يعني العكس من ال ا حيت بولاريزاسيون اون ديريكت، يعني من ا ل ان. دونك الكورون غادي من هنايا، دونك غتجبد في دي هنا، في هي في دي بلس ار دي فوا اي اللي غادي هو. الوغ غنجيو دابا لهاد البارتي كوب في كاركتيريستيك ديال فهمتوا على هاد لي موديل؟ شكون ما فهمش لي موديل؟ ما فهمتش انا. لا اشنو ما فهمتي شي حاجه فاش داكشي الاولاني انايا بلاتي قطع شويه غادي نشوف. وقفني ولا وقفني منكم كنشرح باش ماشي من غير هذاك الدياغرام الاول. هذا الدياغرام الاول الانتيريبتور فيرمي. عندك ها انت اللي اللي فوقو هذاك اللي فوق منه ما فيه والو، فيه غير مثلا هذا غير شرح به. قال لك ان هنايا فاش كيكون عندنا الكورون طالع ديريكتومون بحال هكا اوريزونتال هنايا فيرتيكال راه لا بونت كيساوي زيرو. حيت شنو عندنا هنايا؟ عندنا حنا بحال في لا دوم عندنا في كتساوي لنا ار فوا اي ياك. دونك هنايا شنو عندنا؟ دونك عندنا هنايا اي راه غتساوي لنا في سيغ ار دي. دونك لا بونت ديال لا بونت هذا
لابون ديال هاد الكوب هذا راه هو هو ان سور ار دي يعني هاد اي غتساوي لنا ان سور ار دي فوا في دونك قال لك الا كان عندنا الكورون ديز فحال هكا فيرتيكالمون دونك هاد لابون هذا ديال اللي حسبتي لابون ديال هذا راه لانفيني لابون ديال هاد الفيرتيكال كيكون لانفيني دونك الا عاودتي الا عاودتي هنايا في الا عاودتي هنايا ار دي قلنا ان سور ار دي كتساوي لانفيني دونك الا بغيتي ار دي غعطيك هي زيرو المهم انا بالنسبه لهاد الانتيغبتور فيرمي راه ما كيكونش كيكون غير بحال السلك اعتبرو انت غير السلك السلك راه اون فوا غتركبو غيدوز غيدوز ديريكتومون ما غيمشي لا ما غيمشي لا اكسبونونسيال لا ما غيزيدش حتى حاجه غيمشي ديريكتومون غيدوز للكورون الكورون غيدوز لنا من هنا من الزيرو غيدوز ديريكتومون الكورون ما كاينه لا ريزيستونس لا حتى حاجه بقول بحال اللي قلت شي حاجه ايديال وصافي يعني السلك على غدوز كورون عادي ندوزو من الخير ريدا عافاك واحد الباراغراف في الموديليزاسيون دو لا ديود نشوف واحد اللعيبه فوق ولا هنا فوق واقيلا فوق مني هنا هنا هاد اون ديريكت ياك اي دو تي لي ا بو بري ايغال اي دو ساتوراسيون فوا ليكسبونونسييل ديال في سور في هي نفسها الكورون دو ديفيزيون ياك راه تقريبا هي الكورون ماشي هي بلاتي الكورون دو ديفيزيون كيساوي لنا اي زيرو ليكسبونونسييل ماشي اي اس صافي ديفيزيون كيساوي لنا هذا تحتاج بدنا هذا رأي طوطال كيساوي لنا تجبدنا هاد ليكسبريسيون هذا هنا الفوق جبدنا هاد ليكسبريسيون الاخر دونك هنا فين عوضنا باش نيجليجينا هاد الان صافي ماشي الو هنايا فين قلنا الديود ديناميك هنايا هو هاد الديود ديناميك هو الاغلبيه كنستعملو غير هاد الديود ديناميك اللي كنخدمو الو نجيو دابا لهاديك البارتي كورب ديال الديود فاش كيكون عندنا الديود عادي ديود غيال هذا هو التمثيل ديالو يعني كيكون هنا كتكون واحد في دي الو فاش كنبغيو نجبدو الريزيستونس انترن ديال الديود قلنا شاك ريزيستونس ديبون ديال واحد بوينت فونكسيونمون ياك الو قلنا كل قلنا كل ريزيستونس انترن ديال الديود ديبوند واحد بوينت فونكسيونمون ديبوند واحد الاي هنايا وديبوند واحد في هنايا الو اشنو كنجيو نديرو قلنا ان اي هنايا الا بغينا الا جبدنا هنايا طبقنا الوادوم دونك غتكون عندنا غتكون عندنا في كتساوي لنا اف فوا اي دونك اللي جبدنا ان سور ار من تما غتعطينا هي اي على في دونك الا بغينا نجبدو لا بونش هي هي دي اي يعني هي سميتها بابا راه لا فارياسيون واقيلا فارياسيون ترى هربت ليا الكلمه ديال فارياسيون هي الفارياسيون ديال اي سور فارياسيون ديال في فديك البوان ديال الفونكسيونمون اللي كنقلبوا فيها حنايا الو كنشدو عندنا حنايا اي الكورون نعوضوه ب حيت عندنا هنايا بولاريزاسيون اون ديريكت دونك راه ان بو بري كيما قلنا دابا اي اس ليكسبونسييل ديال في سور في تي دونك ان سور اي دي كتساوي لنا الفارياسيون ديال اي بارابور ا تي بارابور ا في نعوضو اي هاد اي نعوضوها هنايا ونديرو الديريف ديالها بارابور ا في دونك الديريف ديال اي اس غتبقى لنا كونستانت خرجوها و غنديريفيو ليكسبونسييل ديال في سور في تي par rapport à V donc il y a 1 sur VT donc je parle de IS IS sur VT on prend l'exponentielle de l'exponentielle de V sur VT donc il y a des dérivés donc
la dérivée ديالها هي اس اكسبونسييل ديال في سور في تي. وهاد اس اكسبونسييل في سور في تي اشنا هي بلاتي الوغ هنا هي اي اف هي الكو هي كنا جبدنا قبيله قلنا ان هاي هي هاد اي هاي هنا هاد اي هي اي اس ليكسبونسييل ديال في سور في تي دونك غنعوضوها هنايا دونك دي اي سور دي في هي هاد هي هاد الشقه ديال هادي وهادي كامله هاد الفوقانيه راه هي اي كنعطيوها اي اف يعني اي ديال فونكسيونمون يعني ديبون ديك البوينت ديال فونكسيونمون دونك واش قلنا هي اي سور في تي قلنا حنا ان هاد لا دي هاد لا ديريفي سور دي في راه هي ان سور ار دي دونك اي اف اللي هي اي اس هاد اي اف هي اي اس ليكسبونونسييل ديال في سور في تي سور في تي هنا ماشي سور في تي الفوا اي اف هي اي اس ليكسبونونسييل ديال في سور في تي وكلها سور في تي كتساوي لنا هي ان سور ار دي دونك ار دي غتساوي لنا هي في تي سور اي اف كتسمى هي الريزيستانس ديناميك الوغ في تي هي طونسيون تيرميك تكون معروفه كيبقى لنا غير اي اف ملي كتجبد الوغ الوغ اي اف كاينين 3 ديال الميثود باش نجبدو اي اف الوغ بروميير ميثود هي بار ميزور يعني كتقيسها بصوب الامبير متر ولا المهم كتقيسها بابار يعني هادي ميثود براتيك الوغ كاينه ميثود غرافيك غرافيك كيفاش الوغ كتمثل كدير تمثيل ديال لو كورون توتال بهاد ليكواسيون اللي عندك اللي هي اي اس ليكسبونونسييل راه هو التمثيل ديال الديود اللي عندنا حنايا عادي هو داك بالاحمر هنايا في البلاشي انفيرس وكتمشي للسيركوي اللي عندك يعني السيركوي اللي خدام فيه حتى ليكزيرسيس كتجبد الكورون اللي دايت عندك تما انا طبق شي الواد مايل راه يخرج لك اي هي او موان في موان في دي سيغ ار يعني هاد الديود غتعوضو ب غتعوضو ب سوا غتعوضو ب ريسيبتور ولا مع لا ريزيستانس ديالو دونك غتجبد ليكسبريسيون ديال اي وتمثلو حتى هو هذا هو التمثيل ديالو دونك البوان اللي كيتلاقاو فيها هاد لي دو كو الا درتي لها الاسقاط على اي راه تعطيك اي اف ودرتي لها الاسقاط على في تعطيك في اف دونك حنا بغينا اي اف دونك نديرو الاسقاط على هذه البوان اللي غادي يتلاقاو فيها راه هي اي اف وهذه غالبا هي ما كنخدموش بها دونك اللي كنخدمو بها بزاف هي هذه كنجبدوها من السيركوي ديالنا الو كنجبدو مثلا الغولاسيون عندنا هي اي اف من السيركوي ديالنا كنجبدو اي اف هي او موان في اف سيغ ار دي بحيث كنعتبرو ديما المهم في كاع لي زيكزيرسيس كنعتبرو ان طونسيون ديال الفونكسيونمون راه هو السوي ديالنا يعني اون فوا كنوصل السوي ديالنا راه هي في اف او الكورون دونك من معنى عندنا هنايا في اف او راه كتكون معطيه في التمرين اغ راه هي لي ريزيستونس لا سوم ديال لي ريزيستونس اللي عندنا تما في السيركوي دونك كنجيو كنحسبوا اي اف دونك لاسيوس ديال هادي اننا كنخدموا ب في اف يعني في ديال الفونكسيونمون راه هي السوي السوي ديال داك ديال ديك جونكسيون اللي عندنا ديال داك الديود دونك كنعطيو الفي اف هي السوي ديالنا وكنحسبوا اي اف انطلاقا من داك ليكواسيون اللي غنجبدو من السيركوي ديالنا واضح هادو واضح عاود عفاك عاود راه من اي اف هاد بارتي هاد الاخرى من هنا من لا تاع السيركوي هاد الاخراني الاخرى المهم كتسمعوني مزيان بعدا مزيان الوغ شنو قلت لكم هنايا كنجبدوها من داك السيركوي اللي عندنا دونك كنمشيو كنجبدو ليكواسيون اللي عندنا كنجبدو ليكسبريسيون ديال الكورون من السيركوي اللي عندنا من داك الداره اللي عندنا
الوغ واشنو كنعتبروا؟ كنعتبروا ان الطونسيون ديال الفونكسيونمون يعني في اف هو السوي ديال الديود اللي عندنا. يعني الا كان عندنا مثلا سيليسيون الوغ في اف غنعتبروها هي 0.7 فولت. كان عندنا جيرمانيوم في اف غنعتبروها هي 0.3 فولت. الوغ كنجبدوا ليكسبريسيون ديال الكورون اللي عندنا ديال الكورون وديال الفونكسيونمون من السيركوي اللي عندنا من الدارة اللي عندنا نطبقوا للواد مايل وكنعوضوا كيكون عندنا هاد او هذا ديال الجينيراتور يكون معطي لي ريزيستانس الفالور ديالهم كيكونوا معطيين وفي الدار هي كناخذوها هي السوي ديالنا دونك كنعوضوا هادشي ب 0.7 ولا 0.3 وكنحسبوا اي اف دونك اي اف كنحسبوها من هنايا وصافي كتبقى لك انا تعوضها تعوض عندك في الدار معطياك و اي اف كتجبدها دونك كتحسب الريزيستانس ديناميك ديال الديود فهمتي فهمت الو دابا نمشيو لي موديل اون انفيرس الو اون انفيرس عندنا جوج ديال لي ريبريزون ديال لي موديل ديال الديود الو سوا كنريبريزونتي ب انتربتور اوفيرت يعني انتربتور اوفيرت صافي دير كوا حنا قلنا ان في ان اون انفيرس داك الكورون اللي كان اللي كيدوز لينا كيكون تقريبا موا اي اس يعني هنايا تقريبا موا اي اس كملوا هذه بلا شي فاطمه باش ممكن نوقفوا هنا باش نبقى لينا هنا صبرا نكملوا هذه ديال زين ما ندخلوش للغودريسمون نبقى والو هنا الو في اون انفيرس نقدروا نعوضوها سواء قلنا داك الكورون اللي كيكون داز لنا اون انفيرس صغير بزاف دونك كيكون تقريبا موا اي اس يعني موا 1 نانو امبير يعني كيكون صغير بزاف دونك من بين لي موديل نقدر نعوضهم بهم هو انتربتور اوفيرس يعني الكورون كيكون نول كندوزوه نول يعني بحال الكورون توتال كيساوي لنا زيرو يعني حتى الكورون انفيرس كنعتبروه كيساوي زيرو كيل كو سوا داك الطونسيون اللي غنبولاريزو اون انفيرس يعني تبقى واخا تعطي اي طونسيون هنا ما كتكونش شي باغيغ كتحدو هنايا اي طونسيون عطيتيه في اون انفيرس كيبقى لينا حيت عندنا هنا انتربتور اوفيرس دونك ما كيدوش لينا الكورون في خطره سينو كنعوضوه بالسورس ديال الكورون ايديال السورس ديال الكورون ايديال يعني هو الا شوف في الشابيتر الاول راه كاين السورس ديال سورس ديال الكورون ايديال هو اللي كيعطينا واحد كورون اللي كيكون كونستون بحال هكا يكون واحد كورون كونستون دونك كنعتبروه هو موا اي اس دونك هادو لي هاد اون انفيرس الاغلبيه ما كنخدموش به اللي كنخدمو به اون انفيرس هو الديود زينر الوغ شنو هو الديود زينر الديود زينر هو كينقسم لجوج ديال لي بارتي كاينه بارتي اون ديريكت هاد الفاس هاد الجهه المهم هذا هو السامبول ديالو كيكون عندو انود كيكون عندو كاثود كنديرو بحال واحد زاد بحال هكا وكنديرو بحال الديود سوا هذا سوا هذا الوغ كل ديود عندنا كل ديود فاش كتبغي تشري كتكون فيه واحد الباغيير ديالو كتسمى في زد تكون محده الوغ الباغيير كتكون ما بين كما قلنا هو كيكونوا فيه كيلكو فولت و حتى توصل حتى ل 1000 فولت دونك الريبريزونطاسيون ديالو هو هذا الوغ كاين تقسم لدو بارتي كاين البارتي اللي على اليمين اللي هي البولاريزاسيون اون ديريكت يعني فاش بولاريزي ديود زينر اون ديريكت اون ديريكت كيخدم بحال ديود عادي يعني حتى هو عنده واحد الباريير ديالو كيخدم عادي يعني كتكون كورون تقريبا غادي للزيرو اون فوا كيديباسي ديك الباريير ديالو كيدوز لنا الكورون عادي هادي اون ديريكت بالنسبه لاون انفيرس كتعطيه فاش كتعطيه واحد الطونسيون كيبقى لينا عاوتاني هو خدام تقريبا عادي يعني بحال الديود عادي ولكن اون فوا كتوصل اون فوا كتوصل لديك الباريير ديال الديود زينر في زيد الوغ قبل ما توصل لديك الباريير كتكون عندنا الريزيستانس ديال داك الديود يعني في الديمونسيون ديال جيغوم يعني جيغا اوم يعني كتكون عنده ريزيستانس كبيره هاد غوزيت
تكون ريزيستانس كبيره كبيره بزاف دونك الكورون كيكون ان بو بري غادي الزهر مي ان فوا كتوصل لواحد البارير ديالو كتلاسي لنا باسي الكورون عادي يعني بحال كيولي فونكسيوني اون ديريكت يعني الفرق ما بين ديود زينر والديود عادي ان الديود عادي كيليسي باسي لو كورون اون ديريكت ولكن كيبلوكي لينا اون انفيرس باغ كونتر في الديود زينر تقدر تبولاريزي حتى اون انفيرس يعني اون انفيرس اون فوا كي ديباسي السوي ديالو كيليسي باسي لنا لو كورون عادي وعلاش الريزيستونس ديالو كتصغار بزاف يعني اون فوا كيوصل لديك البارير ما كتبقاش الريزيستونس كتولي تقريبا دي 10 اوم دونك ريزيستونس صغيره دونك كيليسي باسي لينا عاوتاني الكورون ولكن اون فوا من يمين دونك يمين هي الكورون مينيمال فاش كيبدا فونكسيوني لينا مزيان مي ان فوا كيوصل لواحد الكورون ماكسيمال دونك كيف حال كيخسر لينا عاوتاني الديود دونك خاصوش بالانترفال ديال الفونكسيونمون ديال الديود زينر خاصوش يديباسي هاد جوج ديال لي فالور واحد اليمين واحد الاي ماكس ديال دونك لي موديل ديال هاد الديود زينر كما هنايا ها ديود زينر بولاريزي اون انفيرس يعني هاو بلوس ديال الاو بولاريزي مع الكاثود يعني بولاريزاسيون اون انفيرس دونك ملي كيكون اون انفيرس كاينين جوج ديال لي موديل سواء ريسيبتور ايديال دونك ريسيبتور ايديال يعني ما كتكونش عنده بارير يعني هاد في زد ما كتكونش دونك ماشي ما كتكونش عنده في زد الوغ قلنا حنا ان الديود فاش كتبولاريزي اون انفيرس كيكون ان بو بري تقريبا الكورون غادي زيرو الكورون كيكون زيرو في هذا الموديل الاول ما كاتبش انا السميه ديالهم في الموديل الاول ريسيبتور ايديال دونك ريسيبتور ايديال يعني ما كتكونش عنده ريزيستانس انترن هاد الريزيستانس هادي ما كتكونش الوغ قلنا حنا ان كل ديود زينر عنده واحد في زد ديالو واحد البارير ديالو ان فوا كي دي باسا كي دي فونكسيوني لينا دونك الا ما كانش عندنا ريزيستانس دونك كي كان بولاريزي اون انفيرس حتى كيوصل لديك في زد عاد كيبدا يفونكسيوني لينا دونك عاد كيدوز لينا بهاد لا فاصون هنايا علاش باش ما عندوش ريزيستانس انترن سينون كاين كاين الموديل الثاني اللي هو ريسيبتور المهم ريسيبتور عنده بحال هذا سميه ريسيبتور غيال alors يكون ريسيبتور غيال يعني كنعوضو بحال ريسيبتور مع ريزيستانس انترن ديالو لو ميم فاصون حتى هي فاش كبولاريزي اون انفيرس راه كيبقى الكورون ديما كيبقى زيرو غادي في الزيرو اون فوا كيديباسي ديك في زد كيف داي فونكسيوني لينا غير هو هنا كيفونكسيوني بهاد لا فاصون كا حيت عندنا ريزيستانس انترن ديالو دونك صافي هذا هو ديود زينر الاختلاف ديالو ما بينه وما بين الديود العادي هو انه قدر بولاريزي اون انفيرس يعني دي لي بولاريزاسيون اون انفيرس صافي شفت لكم نكملوا ولا نوقفوا هنايا ولا شحال دابا الساعه انا كنقول نكملوا الجماعه وي انا عطيت الصوت ديالي تنشوف كملوا لك كل واحد يصوت شي حاجه نكملوا نبقاو انا كنقول شي بوز شي بوز او تا واش لون ريجيستخو ممكن يتبوزا يمكن يتبوز ندير لي بوز واش واحد ميكيتي ونديرو بوز ديال شحال باقي شحال باش بزاف لا يكذب عليك باقي باقي والله حنا باقي باقي المهم الله اكبر باقي الغو باقي الغودريسمون باقي المونتاج كامل غودريسمون فيلتراج غدا هاد في حاله الوقيته غيكون عندنا شي غنكونوا دايرين شي حصه زعما شي لايف نديرو بوز احسن نكملوا اوكي
لحدكم شادين شوية أما لو بقى يشغل غدا صافي صافي نديرو لا العكس اللهم مثلا على الأقل نمشي تراجع غير شوية وهكا باش غادي تشد هادشي أما راه دابا غادي نزيد عاوتاني هادشي الآخر ما غاتحس براسك شديتي حتى حاجة المهم راه كاين الفيديو في أون جوكر راه كاين الفيديو بزاف أنا بعدا عييت غادي تحس براسك غادي المشكلة لونجيسترومون غادي تفرق ماشي مشكلة بارشي بارشي علاش؟ ماشي مشكل بارشي بارشي ما غادير لنا والو اصلا راه غادي تلاح داكشي في درايف وكل حاجة غتسمى بسمية مكان يعني شنو درتو واش الغدا ولا غديرو بوست؟ على لك شوف حنا كنقلبوا على الاستفادة للجميع لك كانوا شويه ما بغاش خليو حتى الصباح وغدا نبداو شويه بكري باش ما نعطلوش حتى الناس تاع الشيم الا باغين يبداو تاع رياكتيفيتي لا انت باغي نديرو غدا بسلام ان شاء الله عندنا لالجبر يعني غدا نبداو مع ديك الثلاثه بحال هكا انا نعطيو الساعه نعطيو الساعه يكمل فيها انا غنبدا مع الربعه صح هو يبدا مع الثلاثه ساعة راه قد جو بونس صافي تعال الله يلا المهم رضا باس لينا البي دي اف عافاك باش نرجعو فيه هادشي اللي درنا ليه